أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس حتى تصلكم التسجيلات القادمة، ولا تنسوا أن تعملوا لايك. بداية، وقف التضامن مع كل المتألمين في منطقتنا مهما كانت ديانتهم، فلا أحد اختار دينه ولا اسمه ولا عائلته. في عدة أسابيع أباد نتنياهو أكثر من 14,000 طفل فلسطيني و10,000 امرأة فلسطينية لذنب واحد، أنهم غير يهود. كل ذلك بمساندة نظم غربية ماليا سياسيا وعسكريا، وتخاذل الدول العربية والإسلامية المخنثة وقنوات تنويرية تبشيرية أو تدعي التنوير والتبشير التي تساند إسرائيل. تبا لهم أجمعين. أنا لست لا مع حماس ولا مع إسرائيل، لا مع إسرائيل ولا مع حماس. أنا أطالب بدولة واحدة مع حقوق متساوية للجميع مهما كانت ديانتهم، كما هو الأمر في سويسرا التي ترجمت دستورها للغة العربية بناء على طلب الحكومة السويسرية. بعد وقفة التضامن هذه، أريد أن أعرض عليكم طبعتي العربية للقرآن. هذه الطبعة في رأيي أفضل من طبعة مصر ومن طبعة السعودية. ولكن الحكم لكم، حملوا الكتاب وقارنوا بينه وبين طبعة مصر والسعودية. يتضمن هذا الكتاب ما يلي: نص القرآن بسلسل التاريخي بالرسم السرياني والكوفي والإملائي والعثماني، مع علامات التركيم الحديثة والمصادر وأسباب النزول والقراءات المختلفة والمحذوفات والناسخ والمنسوخ، ومعاني الكلمات المستعصية والأخطاء والمشكلات اللغوية والقراءتين السريانية والإبرية. أريكم داخل هذا الكتاب. على اليسار عندكم القرآن بالأحرف السريانية، هكذا يفترض أنه كتب أصلا، لأن العرب اللغة العربية لم تكن متطورة كتابة. بعد ذلك نقل إلى الخط الكوفي، إلى الخط الكوفي أو الحجازي. هنا أمامكم الخط الكوفي، يصعب قراءته. بعد ذلك أدخل عليه علامات النقاط والحركات، وأنا أدخلت عليه علامات الترقيم الحديث، النقطة الفاصل علامة استفهام إلى آخره. على اليمين عندكم هنا النص بالرسم الإملائي. الآيات الأرقام تدل على ما يلي: ميم أن الآية مكية، 51 رقم السورة بسلسل التاريخي، 10 رقم السورة كما بين أيديكم، 23 رقم الآية. هذه طبعة محققة أعمل عليها يوميا أكثر من 10 ساعات، وهي لمن يريد أن يتدبر القرآن وليس قراءته كالببغاوات. والآن نعود إلى حلقة هذا اليوم، قراءة من كتاب المرحومة نهى محمود السالم. هذه هي الحلقة 24. أريد أن أنبه: من يشتم أو يشمت في الشات سوف يتم حذف تعليقه وحجبه من القناة. من يشمت
أو يشتم سوف يتم حذفه، حذف تعليقه وحجبه من القناة. هذه قناة حوارية وليس للشماتة ولا للشتائم. يكون واضح ليكم. أخي محمد أحمد بدأ الشماتة، المعذرة، أنا مجبور أحجب من القناة، أنا مجبور أحجب من القناة. إذن أنا أحجب من القناة. كل من يشتم أو يشمت سوف يتم حجبه من القناة. أوكي. نحن بدأنا نقرأ كتاب المرحومة نهى محمود سالم، لماذا خلعت النقاب؟ أكرر، من يشتم أو يشمت سوف يتم حذف تعليقه وحجبه من القناة. يكون واضح لكم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى فصل مهم جدا، أنا أقرأه معكم. سيرة ذاتية، مساوئ الحجاب. أظن أن هذا أهم فصل أو أحد أهم فصولها، لأنها تكلمت عن تجربتها تحت النقاب. تقول: فرض القرآن الحجاب على الفتاة المسلمة بمجرد بلوغها سن المحيض. المعذرة، سن الحيض. والحجاب في الإسلام ثلاث مراتب حسب قول الشيخ محمد إسماعيل الأب الروحي للجماعة السلفية بالإسكندرية في كتابه عن وجوب النقاب، والذي كان السبب في ارتداء النقاب على أنه فرض. قال: والحجاب ثلاث مراتب. أولاً، حجاب جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، والدليل عليه من القرآن الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين إلا ما ظهر. ثانيا، حجاب الوجه والكفين وهو النقاب، والدليل عليه الآية: وليدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن عباس الذي دعا له محمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يبدين عينا واحدة وهي العين اليسرى. ثالثا، حجاب الأشخاص والدليل عليه الآية: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا معناه أن الأنثى تختفي وراء ستار أو جدار ولا تظهر حتى وهي تغطي وجهها وكفيها، فلا تظهر هيئتها. إذن هي بدأت بعرض كيف يفهم السلفيين في الإسكندرية، وهذا سبب لبسها الحجاب والنقاب. إذن ثلاث درجات للحجاب.
ثم تتكلم عن طفولتها، ثم تتكلم عن طفولتها، طفولة سعيدة. دائما ما يحكي لي والدي أنني كنت طفلة متميزة، وكثيرا ما كان يعلق الحاضرون على ذكائي ونشاطي وكثرة أسئلتي. وقد قضيت طفولة سعيدة مستقرة بين أب مدرس ومربي فاضل، وبين أم ذكية مثقفة تلقت تعليمها في مدرسة فرنسية وتربت في فيلا في حي راقي. ولي ذكريات رائعة من طفولتي في بلد أفريقي يتكلم الفرنسية، وقد قضيت 6 سنين من عمري استمتعت بالحياة في وسط الطبيعة الأفريقية الساحرة. وقد ارتديت الحجاب الإسلامي وأنا مراهقة في سن 15 من عمري، وقد ارتديته تحت تأثير مدرسة اللغة العربية في المدرسة الثانوية اسمها إبلة تيسير، وكانت كلما دخلت الفصل تمارس علينا الإرهاب الفكري وتخوفنا من عذاب النار. كنت مراهقة مرهفة الحس سريعة التأثر، فوقعت ضحية لها. وفي هذا الوقت وما زلت أتذكر اسمها منذ 37 عاما، لأنها كانت السبب والبداية لرحلة شقاء وتعاسة وألم لم تنتهي حتى الآن. وكانت تلميذة واحدة فقط في المدرسة كلها تردت الحجاب، وكانت مثار دهشة جميع زميلاتها، وكنا دائما يسألنها لماذا تغطي شعرها ما دام جميلا، فكانت تقول الحجاب فرض من الله على الفتاة المسلمة. وكانت هذه الفتاة المسكينة تضطر لفك الحجاب وتمشيط شعرها أمام تلميذات فصلها لتثبت أن شعرها ناعم وطويل وكستناء اللون وأنه جميل جدا، وهي لا تخفيه لأنه سيء بل تخفيه طاعة لله، وهي تضحي تضحية كبيرة وقاسية على مراهقة في هذا السن، وتقاوم طبيعتها الأنثوية التي تدفعها للتفاخر والتباهي بشعرها الجميل. وهذا الصراع النفسي أضفى على هذه الفتاة نوع من الجدية والكآبة ما زلت أذكرها على وجهها حتى الآن. هذه الفتاة هي صديقة طفولتي، وقد قاطعتني الآن بسبب تحول الفكر وخلع الحجاب، وهذا يوضح إلى أي مدى يسبب الدين الفرقة والبعد بين الأحباء ويقطع الأواصر الإنسانية على مستوى القرابة والصداقة. وكانت مدرسة اللغة العربية تشجع التلميذات على ارتداء الحجاب فتعطي درجات دراسية أكثر للتي ترتدي الحجاب، وكانت تنقص درجات الفتاة المسيحية التي تجلس بجانبي، وفي هذا اضطهاد بسبب الدين. وقد غضبت والدتي غضبا شديدا عندما ارتديت الحجاب، خاصمتني وبكيت كثيرا لكي تسامحني، والآن أبكي لكي تسامحني والدتي على عدم ارتداء الحجاب. وهكذا كان الحجاب مصدر التعاسة والشقاء الدائم في حياتي. أكرر تنبيهي من يشمت أو يشتم سيتم حجبه من الشات. من يشمت
من يشمت أو يشتم يتم حجبه من الشات والقناة. هذه قناة حوارية وليست قناة شتائم ولا شماتة. نكمل. في هذا الوقت لم يكن أحد يعرف الحجاب، ولم تكن أمي ولا جدتي ترتدي الحجاب، وكنت أول فتاة في العائلة ترتدي الحجاب، وكنت مثار تساؤلات ودهشة من جميع أقاربي. وكلما تذكرت هذه اللحظة التي ارتديت فيها الحجاب في هذا السن الغضة ندمت ندما شديدا. ولو عاد بي الزمن إلى الوراء لما ارتكبت هذه الحماقة أبدا. ويا ليتني أطعت والدتي التي أصرت على أن أخلع الحجاب يومئذ، فقد أثر الحجاب في حياتي تأثيرا سيئا جدا حتى اليوم. فقد منعني الحجاب من الحياة كمراهقة والاستمتاع بهذه المرحلة من الحياة، فامتنعت عن النزول إلى البحر للاستحمام بالمايو، وأنا أحب السباحة جدا وهي متعتي المفضلة في الحياة، ولقد ظل الحجاب يمنعني من النزول والاستحمام في البحر حتى سنوات قليلة مضت. وقد كنت مراهقة عادية جمال الوجه، وكان أكثر ما يميزني هو قوامي المتناسق الجميل، فجاء الحجاب فحرمني من هذه الميزة، وأصبحت لا ألفت نظري لا ألفت نظر أي شاب، وحرمني من عبارات الإعجاب الرقيقة التي تسمعها الفتاة في هذا السن وتدخل السرور على قلبها، وتسبب ذلك في سوء حالتي النفسية ومعاناتي وفقدان الثقة بنفسي وبجمالي. وفي البداية ارتديت الجيب والبلوزة والبدلة التي كانت موضة هذه الأيام. وعندما التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية ارتديت العباءة والخمار ثم النقاب تحت تأثير الأخوات. وتحت عنوان الحجاب والقهر كتبت تقول: أسوأ ما في الحجاب الإسلامي أنه فرض قهرا على المرأة، ولم يترك لها حرية الاختيار، فبمجرد بلوغ الفتاة سن الحيض يصبح لزاما عليها ارتداء الحجاب أو التعرض لغضب الله وسخطه وعذاب النار، فتضطر المسلمة لارتدائه لكي لا تدخل النار. وبهذا يمارس الإسلام الإرهاب الفكري على المرأة. ومن أبسط حقوق الإنسان حق إعمال العقل والتفكير واتخاذ القرار والاختيار، والإسلام يحرم المرأة هذا الحق ويقهرها على ارتداء الحجاب ضد إرادتها ورغبتها وطبيعتها. وبالأحمر تحت عنوان الحجاب ضد الطبيعة البيولوجية للأنثى كتبت تقول: يقول القرآن: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية توضح أن الأنثى تنشأ من طفولتها على حب الزينة وإظهار جمالها، والمرأة بطبيعتها تعتز بجمالها وأنوثتها،
وأسعد لحظات حياتنا عندما تشعر أن جمالها يتعلق وتسمع كلمات الإطراء والإعجاب ممن حولها. فجاء الإسلام فطمس جمالها بكل قسوة وأخفى زينتها عن العيون. والجمال يريح العين ويبهج النظر ويرفع معنوية الإنسان. وعندما ترى فتاة جميلة أو شاب وسيم فإنك تبتسم لا شعوريا وترتاح نفسيا ويزول عنك التوتر وتسترخي تقلصات وجهك. ومجتمعنا أصبح كئيبا بسبب الحجاب، وكل الناس عابسون متجهمون لأن الجمال اختفى من كل مكان. والشعر هو تاج الجمال عند المرأة، وهي تتفنن في العناية به وإظهار جماله ليضفي عليها السحر والجمال والجاذبية والحيوية والشباب. والحجاب يحرم المرأة من كل هذا. الحجاب يسبب للمرأة المعاناة النفسية والتمزق بين طبيعتها ورغبتها في الظهور في أجمل صورة وبين خوفها من عذاب الله. ويظهر ذلك جليا واضحا في الفتيات الصغيرات اللائي يرتدين الحجاب وردن التمتع بالشباب والزواج الناجح، وفي نفس الوقت لا يردن الذهاب إلى النار. فترى الفتاة ترتدي البنطلون الجينز الضيق جدا من أسفل والشارب من أعلى، وتتعرض الفتاة للانتقاد لهذا المظهر المتناقض، وهي مسكينة ومعذورة في ذلك. والحجاب يكرس دونية المرأة ويذكرها دائما أنها عورة، وأن شعرها وجسدها حرام، وأن شرفها في تغطيته. والبنت الصغيرة تتربى منذ الصغر أن تغطي جسمها لأنه حرام. ورجل الشرقي يتربى منذ مولده أن أجساد النساء في عائلته جزء من شرفه وكرامته، وعدم حجاب المرأة إهانة له ونقص من قدره وجرح لمشاعره وكرامته كرجل. وكل هذه القيم السلبية التي زرعها الإسلام في نفوس الناس تحمل المرأة ضغوطا نفسية كبيرة، وتسبب لها إرهابا معنويا ونفسيا عظيما. ورغم أني كنت أعاني من الحجاب معاناة كبيرة جدا ويسبب لي ضغطا نفسيا شديدا، وأحس به يخنق ركبتي ويسحب روحي، وعندي رغبة شديدة في خلعه منذ زمن طويل، إلا أني لم أخلعه في ذاك الوقت حفاظا على مشاعر الرجال في أسرتي. وقد استطاع الرجال في الغرب أن يتخلصوا من هذا العقد النفسية المترسبة في أعماق نفوس الرجال الشرقيين، فاقتنعوا تماما أن شعر المرأة مثل شعر الرجل وجسد المرأة مثل جسد الرجل. وإذا كان للمرأة بروزات مثيرة في جسدها فإن الرجل أيضا في إثارة وإغراء للمرأة، وهي تتعذب وتعاني عندما تراه كاشفا عن مظاهر رجولته. فلماذا لا يرتدي الرجل الحجاب أيضا؟ وقالوا في الرد على هذا السؤال أن المرأة هي الطرف السلبي في العملية الجنسية، والرجل هو الذي يقوم بالمبادرة. وفي الحقيقة أن المرأة ليست سلبية إطلاقا، والمثل على ذلك امرأة العزيز، فقد أعجبها يوسف فراودته عن نفسه وأوشك أن يمارس الحب. لذلك يجب على الرجل
أن يرتدي الحجاب أيضا، والمساواة في الظلم عدل. وفي الواقع يفرض الإسلام الحجاب على المرأة فقط من أجل راحة الرجل وتدليله، ولو على حساب المرأة ومناء ومعاناتها. ومن يقول أن الرجل يستطيع اغتصاب المرأة إذا سببت هي إثارته وهي لا تستطيع اغتصابه؟ والرد أن المرأة إذا كانت أقوى من الرجل فيمكنها اغتصابه أيضا. وإذا كانت المشكلة في الاغتصاب، فإن الحل هو تعلم المرأة طرقا للدفاع عن نفسها ومقاومة مغتصبها ومنعه من ذلك. وتوجد وسائل للدفاع عن النفس مثل سبراي الذي يشل حركة المعتدي، ويمكن للمرأة تحتفظ به في جيبها أو في متناول يدها إذا اضطرتها ظروفها للرجوع إلى بيتها ليلا أو السير في مكان مظلم مهجور. وكتبت باللون الأحمر ما يلي: وصفة سهلة للدفاع عن النفس. ضعي بعض الفلفل الأسود والشطة في بعض الماء، وضعيها في زجاجة صغيرة برشاش، وضعيها في حقيبتك، واستخدميها في الدفاع عن نفسك ضد التحرش. وهذه الوسيلة مشهورة في الخارج واسمها بيبر سبراي. وبدلا من شرائها بالعملة الصعبة، يمكن عملها في البيت بسهولة تامة وبسعر رخيص. والمهم أننا نرفض استغلال طبيعة المرأة البيولوجية في قهرها والتمييز ضدها. فليس مبررا أن طبيعة جسدها قد فرضت عليها وضعا معينا جعلها في موضع الاختراق والاقتحام ووجود غشاء البقارة ومشكلة العذرية أن نزيد معاناتها ونفرض عليها الحجاب. فيكفيها أن الطبيعة ظلمتها، فليس من الرحمة أن نكمل مشوار اضطهادها وظلمها، وأولى أن نكون رحماء بها. والمرأة في الغرب تتمتع بالحرية والانطلاق، بينما نحن في أغلال الحجاب. وقد أفردت في هذا الكتاب بحثا يدعو لفصل الشرف عن الجنس والتخلي عن الفكرة البدائية التي ترسخت في وجدان الرجل أن جسد النساء هو شرفها الذي يريقون الدم ليدافعوا عنه. وفي مرة كنت في مكتبة الإسكندرية لحضور مؤتمر، وكان بالمؤتمر نساء إسبانيات، وكنا يجلسن وقد انسدلت شعورهن الجميلة على أكتافهن وظهورهن، ورحت أنظر إليهن بحسرة وأتمنى لو كنت مثلهن وأحسدهن على ما هن فيه من حرية. ورحت أفكر أن من حسن الحظ أن المسلمين خرجوا من إسبانيا، وأن دولة الأندلس قد اندثرت، وإلا كان مصير هؤلاء النساء هو مصيرنا الأسود التعيس. ولو لم يكن الإسلام قد دخل إلى مصر على يد عمرو بن العاص لكانت مصر الآن قطعة من أوروبا في الحضارة والتقدم والمدنية. وتحت عنوان مساوئ النقاب كتبت تقول: عندما ارتديت النقاب لأول مرة وقفت أمام المرآة وأنا أرتديه، واستحضرت نيتي وقلت: يا رب
إني أرتدي خالصا لوجهك وليس لتعجيل الزواج كما تفعل باقي الأخوات. وفي أول مرة أنزل فيها إلى الشارع بالنقاب أحسست بأن أنفاسي مكتومة تماما ولم أستطع التنفس بصورة طبيعية، وأحسست بالعرق الغزير لأنه كان من النوع المغلق. والنقاب نوعان، النوع المغلق وفيه يتصل النقاب بالخمار ويكون قطعة واحدة، وهذا النوع يعوق التنفس بصورة فظيعة. وهذا النوع الذي كانت ترتديه الأخوات في القاهرة. والنوع الثاني ينفصل فيه النقاب عن الخمار، وهذا النوع يدخل بعض الهواء للتنفس، وهو النوع الذي اعتادت أن ترتديه الأخوات في الإسكندرية. وفي هذا اليوم رآني طفل يسير مع والده في الشارع فسأله عني، فأجاب الأب: هذه خيمة يا حبيبي، هذه خيمة يا حبيبي. ولقد ارتديت النقاب في توقيت سيء جدا في امتحانات الشفوي للسنة الثالثة في الكلية، وعندما دخلت إلى اللجنة صدم الأستاذ الممتحن بالنقاب، وبدلا من أن يسألني في المادة التي امتحن فيها ظل يسألني نصف ساعة كاملة عن النقاب، وقال لي: كيف لطالبة متفوقة أن تفكر بهذه الطريقة؟ ثم سألني قليلا في المادة وأجبت جيدا، فقال لي: أنت ذكية جدا. وفي الصيف الذي جاء بعد ارتداء النقاب مباشرة قتل السادات، فمنع النقاب من الكلية، وانقسمت الطالبات المنقبات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صمم على ارتداء النقاب وامتنع عن الذهاب إلى الكلية وجلس في المنزل في انتظار الزواج، ومنهن من كانت في السنة النهائية في كلية الطب وأوشكت على التخرج فضاع مستقبلها وحرمها النقاب من التخرج كطبيبة وضاعت عليها كل سنوات الدراسة. القسم الثاني خلع النقاب مرغما متألما وذهب إلى الكلية، وقد أحست الأخوات بالظلم والقهر والمهانة لإرغامهن على إظهار جزء من أجسادهن لم يكن يرغبن في إظهاره. القسم الثالث، وكنت أنا منهم، أصر على ارتداء النقاب والذهاب إلى الكلية، فعانى معاناة شديدة وتعذب عذابا شديدا. وفي بداية السنة الرابعة في الكلية لم أذهب إلى الكلية لمدة أسبوعين بسبب النقاب، وكان هذا مأساة بالنسبة لي، فأنا طالبة ملتزمة جدا بالحضور. ثم حاولت الدخول فمنعني الشرطي عند الباب، وذهبت إلى منزل صديقة ماليزية قريب من الكلية لأفكر كيف أتصرف، وبكيت بكاء شديدا. فقالت لي صديقتي: أليس النقاب فضل؟ فأجابت: كيف أضحي بالآخرة من أجل الدنيا؟ وفي هذا الوقت كنت واقعة تحت تأثير غسيل المخ الذي تمارسه الجماعات الإسلامية في الكلية، وكان نتيجة التعصب والتطرف وضيق الأفق. وعندما سألتني صديقتي المنتمية للإخوان والتي كانت تحارب النقاب وتقاومه وتنصح صاحباتها بعدم ارتدائه: كيف ستذهبين إلى الكلية وقد منعوا النقاب؟
وكانت تسألني على سبيل التحدي والتشفي، كأنها كانت تقول لي: أنت التي تسببت لنفسك في هذا المأزق. أجبت بالآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآية: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكنت أذهب إلى الكلية في الساعة 6 صباحا لأستطيع الدخول قبل وقوف الشرطي على باب الكلية، وكان في ذلك مشقة كبيرة، وقد قبض علي مرة في الكلية لأني أرتدي النقاب داخل الحرم الجامعي، وطلب مني الضابط خلعه فرفضت، وفوجئ بي أطلب منه مقابلة عميد الكلية. وعندما صعدت إلى العميد رجوته أن يسمح للمنقبات بالدخول إلى الكلية، وذلك لأن المنقبة التي تقهر على كشف وجهها تحس الذل والهوان والمعاناة، ورفض العميد طلبي. وواصلت الهروب والتخفي، وكنت أسير مسافة كبيرة داخل الكلية لأتجنب المرور أمام مكتب الضابط مخافة أن يقبض علي مرة أخرى. وفي مرة كنت أجلس وحيدة في المدرج في الصباح الباكر، ودخل أحد الأشخاص وظننت أنه الشرطي جاء يقبض علي، فأصابني الرعب، ثم اتضح أنه الفراش. تحت عنوان محنة يوم امتحان البكالوريوس: في يوم امتحان البكالوريوس ذهبت إلى الامتحان في اليوم الأول وأنا أعاني من الرعب والاضطراب، ليس بسبب خوفي من صعوبة الامتحان كما في الأحوال العادية للطلبة في هذا الوقت موقف، ولكن بسبب خوفي من إيقافي وضبطي ومنعي من أداء امتحان البكالوريوس المصيري بسبب ارتدائي للنقاب. وقد وقع ما كنت أخشاه، وقبض علي بعد دخولي لجنة الامتحان، واقتادني الشرطي إلى مكتب الضابط الذي أصر أن أخلع النقاب وإلا لن أدخل الامتحان. ورفضت وقلت له أن زوجي سوف يطلقني إذا خلعت النقاب، فلم يتأثر بهذا التهديد الإنساني ولم يصدق السبب الذي توسلت إليه به، ولم تكن من أخلاقي ولا مبادئ التوسل لدى أصحاب القوة والسلطة. وأحسست بجرح شديد في كرامتي عندما لم يستجب لي، فاضطررت لإخبار أن لي واسطة قوية في الكلية، فتأكد من المعلومة وسمح لي بدخول الامتحان، ولولا الواسطة لحرمت من دخول الامتحان بسبب النقاب. ودخلت إلى اللجنة وقد ضاع وقت طويل من وقت الامتحان، وكل دقيقة لها قيمتها، ونجحت في هذه المادة بصعوبة بسبب تمسكي بارتداء النقاب وإخلاصي وإصراري على مبادئي. تحت عنوان النقاب والزواج: رغم أني أخلصت النية لله وارتديت النقاب من أجل الله وليس من أجل الزواج، إلا أن النقاب كان السبب المباشر والرئيسي في تعجيل الزواج بالنسبة لي، وجاءني العريس المنتظر بعد أشهر قليلة من ارتداء النقاب. وكنت قد لاحظت أن الأخت التي ترتدي النقاب تتزوج سريعا، وهذا ما سبب تأكيدي لنفسي ولله أن ارتداء النقاب خالصا لوجهه
وليس للزواج ومتعة الدنيا. وإن كان اللاوعي بلا شك هو الذي دفعني لارتداء النقاب والتعجيل بالزواج نتيجة الحرمان الجنسي الشديد الذي كنت أعاني في هذه الفترة من حياتي البائسة، فقد كنت شابة في 21 من عمري وأعيش في مجتمع الكلية المليء بالشباب المتفجر رجولة ورغبة، ولم أكن حتى ألقي تحية الصباح على أي زميل لي في الكلية، ولم يكن قد لمسني أي رجل حتى عقد قراني على زوجي. وعندما تزوجت وأنجبت الأطفال سبب لي النقاب معاناة شديدة، فقد كان الطفل يجلس في حجري ويتعلق بالنقاب ويشد من على وجهي ويسبب ذلك ألما في وجهي، وكان زوجي يصر على أن أرتدي الجوانتي يعني الجوارب، وأنا أطعم الأطفال الجبن فيتسخ الجوانتي، وكان يغضب غضبا شديدا عندما يظهر جزء من معصمي بين الجوانتي والعباء، وكان هذا مشقة كبيرة. وكان النقاب يسبب لي الصداع الشديد الذي لا يشفى بالمسكنات، لأن ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الزفير يدخل مرة أخرى مع الشهيق، وذلك لأن النقاب يمنع تجدد الهواء النقي ويعوق التنفس. والنقاب يضغط على الجفن السفلى الحساس للعين فيسبب الألم ويسرع. أوكي أخي دبل شوت، إحنا قلنا لا مسبات في هذه القناة، لا ولا شماتة، المعذرة، يجب أن أحجبك. وكمان شخص آخر بدأ نفس الشغلة، أنا مجبور أحجب كل شخص يشمت أو يسب، هذا يكون واضح للجميع، من يشتم أو يسب أو يشمت أنا أقوم بحجبه، يكون واضح للجميع. طيب، والنقاب يضغط على الجفن السفلى الحساس للعين فيسبب الألم ويسرع بظهور التجاعيد والالتهابات الجلدية، ويسبب التهابات للعين بسبب صعود الأبخرة العرقية التي تضر العين، كما يسبب إعاقة النظر لأنه يغطي محيط النظر، والبيشة السوداء تسبب ضعف الإبصار. وقد اشتكت لي إحدى الأخوات أن البيشة جعلت بصرها ضعيفا بعد أن كان حادا، وهي تعوق الرؤية في الليل وتسبب التعثر والسقوط. والبيشة مظهر منفر ومرعب، وقد أرادت إحدى الصحفيات الأجنبيات الإساءة للإسلام فارتدت الجلباب الأسود والبيشة، وذهبت إلى مؤتمر عالمي ليعرف العالم كيف تظهر المرأة المسلمة. والبيشة تمنع التركيز مع المتحدث لأن العينين وسيلة للتواصل بين الناس. والنقاب يعوق تناول الطعام خارج المنزل، وإذا تناولت المنقبة الطعام في مطعم فإنها تضطر للأكل من تحت النقاب، وفي ذلك مشقة كبيرة ودائما ما يتسخ النقاب. وعندما تدعون أمي على الغداء نضطر لعمل سفرتين لكي تأكل المنقبات وحدهن، وبذلك لا نستطيع الاجتماع كلنا لتناول الطعام، وينتفي الغرض الذي نجتمع من أجله
والنقاب يمنع التواصل الأسري. وعندما تجتمع الأسرة كلها في المناسبات، كنت أضطر للجلوس في غرفة وحدي أو أن أجلس معهم بالنقاب، مما يسبب الحر الشديد وضيق في التنفس. وفي الصيف يسبب النقاب عذابا شديدا، فالنقاب والجوانتي والشراب تمنع خروج الحرارة وتسد منافذ الجسم وتمنع تبخر العرق، فتنحبس الحرارة والعرق داخل الجسم وتسبب الإحساس الشديد بالحر والاختناق وانعدام الحيوية والنشاط. والحر الشديد والعرق الغزير يسبب الالتهابات الجلدية في أماكن ضغط الملابس الداخلية على الجسم. وفي الموجات الحارة الرطبة الصيفية الشديدة، كنت أشعر أني أسبح في بحر من العرق الغزير، مما يسبب لي المعاناة والضيق. حتى أني عندما كنت في طريق عودتي إلى منزلي وأثناء وقوفي في المصعد، كنت أختنق من الحر والعرق، وكنت أتمنى أن أخلع ملابسي في المصعد لأني لا أستطيع التحمل والصبر حتى وصولي إلى منزلي. وكان أول شيء أفعله بعد فتح باب شقتي هو خلع جميع ملابسي بلا استثناء أمام باب الشقة مباشرة، لأني لا أصبر أن أصل إلى غرفة نومي، ثم أذهب مباشرة إلى الاستحمام. وكان هذا الدش هو الفعل الوحيد الذي يعيد لي هدوئي وسلامي النفسي بعد معاناة نفسية شديدة بسبب النقاب. وعندما يدخل أحد على تجمع به عدد من الأخوات في مسجد أو قاعة، يجب أن يشم رائحة العرق الكريهة نتيجة الحجاب وكثرة الملابس، وحتى مع الاستحمام المستمر، لأن أغلب الملابس تكون من أقمشة صناعية. وقد عانيت كثيرا عندما حاولت ارتداء الأقمشة القطنية، لأنها تصبح مقرمشة وغير أنيقة مع الاستعمال. وعلى شاطئ البحر يستمتع الرجال بالميو والهواء والماء، وتعاني المنقبات من الرطوبة والعرق والحر. والنقاب يمنع التعرف على المرأة في السوق، فلا يعرف البائع أنها زبونة ليعطيها الأفضل. والنقاب يمنع التعرف على شخصية المرأة في الأوراق الرسمية كرخصة القيادة وجواز السفر، ويستخدمه المجرمون في الهروب والتخفي من العدالة، وتستخدمه السيدات سيئات السمعة في التخفي، والفتيات في الخروج مع أصدقائهن. وعلى شاطئ الكورنيش أرى الفتاة تمشي مع صديقها وهي تلبس النقاب كي لا يعرفها أحد، والنقاب يكون من القماش السادة عادة، فدائما تظهر به بقع العرق والطعام والشراب، ويكون مظهره سيئا جدا، وتضطر المنقبة لخلعه وغسله وتجفيفه في حمام المطعم. وتحت عنوان عندما يصبح التنفس أغلى أمان الإنسان، كتبت تقول: قد كرهت النقاب كراهية شديدة بعد أن ارتديته بكامل إرادتي بسبب كل العوامل السابقة، وأردت أن أخلعه، وكانت أقصى أمنية لي وقتئذ أن أكشف أنفي فقط لكي أستطيع التنفس بحرية. ورفض زوجي أن أخلعه، وخيرني بين النقاب والطلاق، فاضطررت للاستمرار في ارتدائه لكي أحافظ على أسرتي. وكنت في هذا الوقت قد أنجبت ابني الثالث والأخير، وظللت ألح على زوجي 3 سنوات لكي أخلع النقاب.
وسببت لي هذه الفترة ألما نفسيا كبيرا، لإحساسي بالقهر والضغط وأني أرتدي النقاب ضد إرادتي. وساءت حالتي النفسية وذهبت إلى الطبيب النفسي لأول مرة في حياتي، فنصحني أن أخلع النقاب فورا. وكانت هذه الفترة سيئة جدا في حياتي، وبدأت أتساءل كيف يكون في الإسلام شيئا كريها كالنقاب. واكتشفت في الإسلام سلبيات كثيرة، وكان النقاب الشرارة الأولى التي أشعلت التحول الفكري الذي حدث لي من الفكر الأصولي إلى الفكر العقلاني. وقد بدأت بإظهار أنفي وفمي فقط لأستطيع التنفس، وقد سبب لي ذلك خجلا شديدا وإحراجا وضغطا نفسيا قاسيا في وسط الجيران والأقارب والأصدقاء. وتذكر حتى الآن أن واحدة من أخوات زوجي لمزتني بالقول واستهجنت خلع النقاب، مما سبب لي حرجا وألما نفسيا بسبب انتقاد ولوم من حولي على هذا. وبعد أن خلعت النقاب ظللت مدة طويلة أحلم عندما أنام أني أرتديه مرة أخرى، وكنت أشعر في الحلم أني أختنق ولا أستطيع التنفس، وأتساءل بحسرة لماذا ارتديته مرة أخرى بعد أن خلعته. ثم أصحو من النوم وأعرف أنه كان كابوسا، فأحمد الله أنه ليس حقيقة وأني تخلصت من النقاب إلى الأبد. وتحت عنوان مساوئ الخمار كتبت تقول: بعد أن خلعت النقاب صرت أرتدي الخمار، والخمار يعوق عمل المرأة خارج المنزل، فلأنه واسع وطويل فهو يغطي اليدين ويعيق حركتهما، ويعيق الطبيبة عن التعقم في العمليات الجراحية وعن لبس الجون، والحجاب يعوق وضع السماعة في أذن الطبيبة لأنه يغطي الإذن، والخمار يعوق تناول الطعام، وعندما كنت أمد يدي لأخذ طعاما بعيدا عني كان الخمار يسقط في الطعام ويتسخ، مما يسبب لي الحرج والمضايقة. وعند غسيل اليدين فإن الأكمام والخمار تبتل بالمياه وتسبب المضايقة والإصابة بالبرد. والخمار يكون لونه سادة فتظهر فيه البقع دائما ويتسخ بسهولة، ويجب غسله وكيه كل مرة عند ارتدائه، وفي ذلك مشقة ومعاناة. والخمار يطير مع الهواء وينقلب من الخلف إلى الأمام فيغطي الوجه والعينين ويمنع الرؤية. وفي مرة كنت أعبر الشارع وانقلب الخمار إلى الأمام وكادت السيارة تدهسني. وعندما أثبت الخمار في العباء بدبوس فإن الهواء الشديد يتسبب في تمزيق القماش مكان الدبوس. مساوئ الحجاب: تتسبب تغطية الشعر في سقوطه باستمرار، وغالبا تكون أغطية الشعر من الأقمشة الصناعية، وقد أجريت تجارب معملية على فراء الأرانب عند ملامستها للأقمشة الصناعية، فوجد أن شعر الفراء قد سقط تماما. وتلاحظ جميع المحجبات أن شعرهن صار خفيفا، وخصوصا على المنطقة العليا من الرأس التي يكون عليها ضغط الطرحة، حتى أن بعض الأخوات ظهرت عندهن فروة الرأس في هذه المنطقة.
وتضطر المحجبة أحيانا أن ترتدي الحجاب وقتا طويلا بسبب طول ساعات عملها أو تواجدها مع الرجال طول اليوم، وهذا يسبب عدم تهوية الشعر وكتمانه وضعفه وسقوطه. وقد تضطر المحجبة لغسل شعرها وتغطيته مباشرة قبل جفافه، مما يتسبب في رائحة غير مستحبة. وعندما كنت أعمل كطبيب مدرسي في مدرسة ابتدائية أزهرية وكانت الطفلات ترتدي الحجاب، فإنه كان يتسبب مع عدم تهوية الشعر بعد غسيله وجود زيوت أو كريمات، مع عدم الاهتمام بالنظافة، إلى تكاثر حشرات الشعر. ويتسبب الحجاب في نزلات البرد واحتقان الحلق، لأنه يسبب العرق في منطقة الرقبة. ثم عند خلعه والتعرض لتيارات الهواء، تصاب المحجبة بنزلة البرد، وخصوصا في الأطفال لأنهم يلعبون كثيرا فيعرقون. وقد أصيبت إحدى التلميذات في المدرسة بجرح في أعلى الرقبة من الإشعاع والدبوس، وصار يخرج دما، واستدعى الأمر وضع مطهر وشاش. ورغم أن الإسلام فرض الحجاب بعد سن البلوغ، إلا أني أرى بنات في سن الخامسة ترتدي العباءة والخمار، وذلك لتعويد الفتاة على الحجاب منذ الصغر لكي لا ترفضه عندما تكبر. وبذلك تحرم الطفلة من اللعب والاستمتاع بطفولتها ومن حقوق الطفولة، ويغرس في نفسها الدونية والإحساس بالنقص. ويستغرق الإشارب وقتا طويلا ومجهودا كبيرا في لفه وفكه، فتفضل المحجبة الاحتفاظ به وعدم خلعه رغم عدم وجود رجال، ويسبب ذلك في مزيد من كتمان الشعر وحرمانه من التهوية وضعفه وسقوطه. وقد رأيت أمس قريبتي في منظر مضحك وهي ضحية الحجاب، فقد خلعت العباءة ولم تخلع غطاء الرأس، فصار المنظر النهائي في غاية الغرابة والشذوذ ومثير للشفقة. فهي ترتدي البنطلون الجينز والبلوز البروتل حمالات والحجاب على شعرها. وعندما سألتها هل فك وإعادة ربط الحجاب صعبة، فلذلك لم تخلعيه رغم عدم وجود رجال أغراب، قالت: هذه الطرحة قطن ولا تسبب لي الحر، وسأخرج بعد قليل. والنتيجة أن المحجبات لا يخلعن الحجاب ولا النقاب حتى مع عدم وجود رجال أجانب، وهو تعبير ديني يعني الرجل يجوز الزواج منه، ولذلك ينبغي ارتداء الحجاب أمامه، وهو عكس المحرم الذي تخلع أمامه الحجاب ولا يجوز الزواج منه كالأخ والأب والابن. ويسبب الحجاب جروحا والتهابات جلدية في أعلى الرقبة بسبب ضغط الكماش على الجلد في هذه المنطقة، ويتغير لون الجلد في مكان الدبوس في هذا المكان إلى اللون الأسود، وفي هذا تشوه للجلد. والدبوس الشنكل الذي يغلق الطرحة يدخل في القماش ويلف القماش حوله ويلف القماش حوله ويصعب إخراجه فينقطع قماش الطرحة. وقد يكون الإشارب غاليا وبذلك يضيع المال والوقت والجهد. والدبوس الإبرة التي تستخدمه المحجبة أحيانا في إغلاق الإشارب كثيرا ما يتسبب في جرح الإصبع ونزول الدم والألم للمحجبة. ومن المستحيل أن يفرض الله ما يؤذي النساء ويؤلمهن. وعلى الشاطئ الذي يكون خاليا وممتدا وطويلا
يصبح سجنا للمحجبة عند ظهور رجل واحد، والملابس الواسعة تساعد على زيادة الوزن لأن المحجبة لا تشعر بالسمنة وهي ترتدي العباءة، والعباءة تطير مع الهواء فتشتبك في لوحات السيارات أو أي شيء بارز وتقطع. وقد عانيت كثيرا من تقطيع العباءات الغالية الثمن، وعند سقوط الأمطار فإن ذيل العباءة يتسخ ويبتل ويسبب اتساخ الحذاء والقدم والساق، والعباءة تسبب التهابات جلدية وجفاف وتشققات في الجزء الأمامي من الساق بسبب احتكاكها عند المشي. والحجاب يغطي المرأة سنا أكبر والحجاب يعطي المرأة سنا أكبر من سنها الحقيقي، ويضفي عليها سنوات أكثر من عمرها، فتبدو كبيرة في السن وعجوزا وهي ما زالت شابة، وكذلك تبدو قبيحة وكئيبة. وعند ربط الإشارة تضع المحجبة الدبابيس في فمها ثم تبتلعها بدون قصد، وقد لاحظ الأطباء ارتفاع نسبة ابتلاع الدبابيس هذه الأيام بسبب انتشار الحجاب. وعندما يأتي رجل غريب إلى البيت فإني أظل محبوسة في المكان الذي أتواجد فيه حتى أستطيع لبس الحجاب وأحس أني معتقلة في مكاني بدون ذنب جنيته. والحجاب يعوقني أن أخرج سريعا وأعود إلى المنزل، فاضطر إلى لبس الحجاب لخروج لا يستغرق دقائق، مما يسبب لي المشقة والإعاقة عن الحركة السريعة، وأيضا عند فتح الباب لأي طارق. وكنت عندما أذهب إلى الكوافير لتصفيف شعري فإني أضطر لارتداء الحجاب بعد أن أصفف شعري، فيتسبب الإشعار في إفساد التصفيف وأشعر بالأسى عندما أضطر لإخفائه وهو جميل وكنت أتمنى إظهاره، لأن طبيعة الأنثى تسعى دائما للزينة والجمال. والطرحة التي تلف حول العنق تنزلق دائما، فتنزلق على الجبهة والعينين فتضايق المحجبة، فتراها دائما تنشغل بإرجاعها إلى الخلف، وفي هذا ضغط على مقدمة الرأس والشعر مما يسبب احتكاك الإشارة الدائم بالشعر وزيادة سقوطه، لأن أغلب الأقمشة التي تصنع من الإشاربات صناعية وتنزلق بسهولة إلى الأمام، وبعد الإشاربات مستطيلة ولا تثبت بدبوس، وإنما تضغط إلى الداخل من ناحية الرقبة بالإصبع، ومع الحركة الدائمة يفك اللفة وتضطر المحجبة إلى إعادته بإصبعها دائما، مما يسبب انشغال المحجبة بهذا الأمر ويسبب الضغط على الرقبة، سرعة ظهور التجاعيد في الرقبة وتهدل الجلد في هذه المنطقة الحساسة من جلد الرقبة، والتي تظهر التقدم في سن المرأة ويكشف تقدمها في السن، مما يسبب لها الحرج والمعاناة والألم النفسي. لأن من المهم جدا للمرأة المحافظة على جمالها وحرصها على عدم ظهور التجاعيد وعدم ظهور تقدم السن عليها، وهي حريصة دائما على ظهورها في سن صغيرة وتحرص على مظاهر الشباب فيها. ودائما ما أرى الفتيات على البحر وقد طارت الطرح وغطت وجوههن وانشغلن بإزالتها من على وجوههن، وبدلا من أن يقضين أوقاتهن في التمتع بهواء البحر
والانتعاش به وتهوية شعورهن، فإنهن يقضين الوقت في إصلاح الطرح وإبعادها عن وجوههن، مما يسبب إفساد النزهة على البحر. ومن مساوئ الحجاب والعباءة الطويلة الواسعة التي تنسدل إلى الأرض أنها تسمح للحشرات الزاحفة كالصراصير بالتسلق إلى داخل العباءة، وتسبب الرعب للمحجبة التي تكتشف أن صرصارا قد دخل إلى جسمها من الداخل عن طريق ذيل العباء الطويل. وتحت عنوان الحجاب والسباحة كتبت: كنا نسكن في فيلا جدتي لأمي الراقية، وكانت قريبة من البحر، وقد حرمت من الاستحمام والسباحة في البحر الذي أعشقه. نزول البحر بعد الحرمان، تجمعنا أنا وأخواتي وأمي وأزواج أخواتي وأجرنا فيلا عتيقة جدا في أبو قير، ضاحية من ضواحي الإسكندرية، في منطقة غير مأهولة تسمى سيدي الكوفوري. وكانت حالة الفيلا سيئة وقديمة جدا، وكانت ميزتها الوحيدة أنها بعيدة عن عيون الناس، لكي نستطيع نحن المنقبات، أنا وأختي، من العوم في البحر، وكنا نعوم رغم ذلك بالنقاب. وتذكر جيدا لحظة نزولنا إلى البحر للاستحمام بعد طول حرمان، وقد غمرتنا الفرحة، وأمسكنا بيد بعضنا وصنعنا دائرة، وصرنا نقول الأغنية الشهيرة في البحر: فتحي يا وردة. ثم نقرب رؤوسنا وأيدينا من بعضنا في البحر: قفلي يا وردة. وبعد مرور 10 سنوات من الحرمان من العوم في البحر، نزلت للاستحمام في البحر بالنقاب، فابتل والتصق بوجهي وكتم أنفاسي كتما شديدا، وكدت أختنق، وظللت أستحم في البحر لسنوات طويلة. العباء والطرحة وهما يعوقان السباحة تماما، ويمنعان من الاستمتاع بها ومن ممارستها كرياضة تحافظ على رشاقة القوام. وفي القرى السياحية المعذرة، تحدث مشكلة كبيرة، لأن النزول إلى حمام السباحة ممنوع بالحجاب، وتصر المحجبات على النزول. وفي مرة كنت أسبح في حمام السباحة بالحجاب، وعندما غطست التفت الطرحة حول وجهي، ولم أستطع التخلص منها إلا بعد مدة طويلة، وقد كدت أغرق وأموت في هذا اليوم. والسباحة من أفضل الرياضات في حرق السعرات، وتعطي للجسم اللياقة البدنية العالية والرشاقة والحيوية والانتعاش، وترفع الروح المعنوية، وتحسن الاكتئاب، لأنها كأي رياضة تسبب إفراز الجسم للمخدرات الطبيعية التي تخفف الألم وتسبب السعادة. والحجاب يحرم المسلمة من فوائد هذه الرياضة المهمة. تحت عنوان الحجاب يعوق ممارسة الرياضة، كتبت تقول: الرياضة من أولويات حياتي، وأحرص على ممارستها بانتظام، لأنها تحافظ على اللياقة البدنية والرشاقة، وترفع الحالة المعنوية، ووسيلة للتسلية، وتقضي على الشعور بالوحدة. وقد أعاقني الحجاب عن ممارسة الرياضة إعاقة كبيرة، ولم أمارس في حياتي أي رياضة غير الإيروبيكس والمشي، وبالطبع لا أستطيع ممارسة الكرة الطائرة أو الباسكت أو السكواتش وأنا أرتدي العباءة والطرحة.
وحتى الايروبيكس تمتنع الأخوات عن ممارسته بسبب الموسيقى والمسيحيات، لأنه يوجد رأي فقهي يؤكد وجود ارتداء الحجاب عند وجود مسيحيات وحرمة سماع الموسيقى. وعندما أمارس رياضة المشي على شاطئ البحر، فإن الإشارة يطير من الهواء ويغطي وجهي، واضطر لإمساكه بيدي، وهذا يعوق حركتها بحرية، وتدخل العباءة بين رجلي وتسبب إعاقة المشي. وفي الصيف يسبب الحجاب الحر الشديد والعرق والإحساس بالرطوبة الذي يعوق المشي بنشاط. وثقل الحجاب يقلل من كفاءة المشي وسرعته. وعندما أرتدي البنطلون وفوقه البالطو فأصاب بالحر والعرق مع المشي، فإني لا أستطيع خلع البالطو وأضطر لتحمل ذلك بسبب الحجاب، وأستطيع المشي ساعتين بدون حجاب بنشاط وبغير أن أحس بالتعب، ولكني أصاب بالإرهاق بعد نصف ساعة من المشي بالحجاب. تحت عنوان رد على المدافعين عن الحجاب، كتبت تقول: المدافعون عن الحجاب يقولون أن الحجاب صون لكرامة المرأة وحماية لها، وأن المرأة كالجوهرة المصونة التي يجب أن لا تراها العيون، وأن الذباب لا يقف إلا على الحلوى العارية، وأن الغرب استغل المرأة في الإعلانات وغيرها من الكلمات الخادعة التي لا تعوض المرأة عن المعاناة التي يسببها لها الحجاب. وما قيمة الجوهرة وهي مختفية عن العين ومغلق عليها العلبة القطيفة؟ ويقولون أن زينة المرأة وجمالها يجب أن تكون مقصورة على الزوج فقط، وغالبا ما يكون الزوج مهملا لزوجته، لا يلاحظ جمالها ولا أناقتها في البيت أو مسافر، أو يأتي إلى المنزل ليتفرج على التلفزيون أو يقرأ الجريدة ثم ينام ولا يلتفت إلى زوجته إطلاقا. فإن المرأة تعاني الإهمال والإحباط والتعاسة، ومن العدل والمساواة الإنسانية أن وسامة الرجل ومظاهر رجولته مقصورة على زوجته فقط. ويقولون أن الحجاب يحمي المرأة من التعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي، وهذا لا يحدث في الواقع. وكثيرا ما نقرأ في الحوادث أن الجاني اغتصب الضحية ثم خنقها بالإشارب الذي ترتديه، أي أن الضحية كانت محجبة ومع ذلك تعرضت للاغتصاب والقتل. والمرأة يمكن أن ترتدي الملابس المحتشمة وتصفف شعرها بطريقة غير ملتفة ملفتة معذرة بطريقة غير ملفتة إذا كانت لا تريد التعرض للمضايقات، على أن يترك لا حرية الاختيار ولا يفرض عليها هذا فرضا. أما الحجاب والنقاب فهو معاناة ومشقة كبيرة. ويقولون أن الحجاب يمنع الفوضى الجنسية، ولقد أقر الإسلام الفوضى الجنسية وقننها وشرعها، ولكن بالنسبة للرجل فقط، فأباح له الزواج والتمتع ومعاشرة 4 نساء في وقت واحد، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الإماء وملك اليمين. كل رجل حسب طاقته واحتياجاته ورغبته في الاستمتاع بالنساء.
وتحت عنوان الحجاب ردة إلى الماضي الصحيح، كتبت آية تقول: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا، أي يعرفنا أنهن حرائر. في زمن هذه الآية كانت النساء تنقسم إلى حرة وعبدة، فجاء الحجاب ليميز الحرائر عن الإماء، لكي لا يتعرضن للمضايقات والمعاكسات التي تتعرض لها الإماء. والآن وبعد مرور 1400 سنة لم يعد يوجد إماء، فلم يعد هناك ضرورة للحجاب، حيث أن الحكم يدور حول العلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ويكفي أن تحتشم المرأة كي تتجنب المعاكسات. الشعر في التاريخ الإنساني وسبب ظهور الحجاب. تحت هذا العنوان كتبت المرحومة نهى ما يلي: كان الإنسان البدائي يعتقد أن الشعر مقدس، وأنه سر قوة الإنسان، وسبب من أسباب كرامته وعزته وجماله وغروره. ولهذا كان الكهنة الفراعنة يحلقون رؤوسهم عند ممارسة الكهنة في المعابد الفرعونية، وكذلك الرهبان البوذيين يحلقون رؤوسهم تذللا للإله وتجردا له وتبتلا. ومن هذا المفهوم استمد الإسلام طقس حلاقة الشعر عند التحلل من الإحرام. ومن هذا استمد الإسلام مفهوم أن الشعر عورة للمرأة، وفرض الرجل على المرأة تغطيته قهرا لها، ولكي لا تظهر جمالها لغيره من الرجال، لكي يحرمها من التعدد الذي كان حقا لها في عصور الإنسانية الأولى، حينما كانت المرأة مقدسة وكانت إله تعبد وكانت متعددة الأزواج. وتحت عنوان أسباب فرض الحجاب في الإسلام، كان محمد قد تزوج زينب وكان يريد أن يختلي بعروسه، عندما أراد الدخول إلى العروس تبعه أحد أصحابه، فكره محمد ذلك وأنزل الستر بينه وبين الصحابي ليمنعه من أن يتبعه إلى داخل البيت ويعطله عن عروسه الجديدة. وبعد هذه الحادثة فرض محمد الحجاب على زوجاته وعلى كل النساء المسلمات، أي أن مليارات النساء المسلمات من زمن هذه القصة وحتى آخر يوم على الأرض والحياة قد فرض عليهن الحجاب بكل مشقته وعنائه، بسبب أن محمد كان يريد الانفراد بعروسه الجديدة. ومن أسباب فرض الحجاب أيضا أن عمر بن الخطاب أحد أصحاب محمد كان يلح على محمد ويقول له: أحجب نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. وكان يحرج النساء محمد ويقول عرفناك يا سودة. وكانت سودة إحدى زوجات محمد، وكانت ضخمة الجسم، فكانت تعرف عندما تخرج إلى الطريق رغم أنها كانت ترتدي النقاب، أي أن عمر كان يريد ألا تخرج زوجات محمد من البيت أبدا. وكانت شخصية عمر قوية، وكان يؤثر على محمد، وكان محمد يخضع لضغوط عمر ويطيع كلامه ويقول آيات توافق رأي عمر. لذلك قال محمد الآية: وقرنا في بيوتكن،
أي لا تخرجنا من البيت أبدا. وهكذا فرض محمد الحجاب على نسائه وجميع النساء المسلمين بسبب ضغوط عمر وإلحاحه وقوة شخصيته وضعف محمد أمامه. تحت عنوان الزمن الجميل باللون الأحمر، عندما أنظر إلى صور أمي وجدتي في الستينات أجد أنه لم يكن أحد يرتدي الحجاب، وكان طبيعيا أن تكشف المرأة شعرها وذراعيها ورجلها وترتدي المايو لتستحم في البحر. وفي حفلات أم كلثوم في التلفزيون لا ترى سيدة ترتدي الحجاب. وفي صورة خطبة أمي كان الفستان ديكولتي، يعني مفتوح هيك، يكشف الصدر والذراعين، رغم أن أبي كان من الإخوان المسلمين، ولكنه كان متفتح العقل ومتسامح ولم يكن متشددا مثل الرجال في هذه الأيام. وكانت أمي تصفف شعرها بطريقة بسيطة وجميلة، وكان كل شيء بسيطا وجميلا وليس معقدا مثل هذه الأيام. وفي هذا الزمن الجميل لم يكن الحجاب والنقاب يجسم على صدور النساء فيكتم أنفاسهن ويخنق ركابهن كما يفعل اليوم. وكان لا يوجد فرق بين المسلمة والمسيحية، فالكل يكشف شعره ويرتدي نفس الملابس ويظهر بنفس المظهر، وكان يوجد تسامح بين الأديان، ولم يكن هناك تعصب ولا تشدد ولا احتكاكات مثل ما يحدث اليوم. وعندما أتذكر هذا الزمن الجميل فإني أبكي من التأثر، وأتمنى لو أني عشت فيه لأنعم بالانطلاق والحرية والتسامح، وأشعر بالأسى أني أعيش في هذا الزمن الذي أصبح الحجاب فيه هو الأصل والسفور هو الاستثناء، وأصبحت 99% من النساء محجبات، والنقاب أصبح مألوفا، والتي ترتدي البيشة والجلباب محل التقدير والاحترام، والتي تكشف شعرها تكون منتقدة وملفتة للنظر. في الزمن الجميل كتبت في الأحمر، في الزمن الجميل كان الحجاب موجودا في القرآن، ولكن لم يكن في بؤرة الاهتمام، وكان التدين ظاهرا في الرقي والنظافة وإتقان العمل والمحافظة على المواعيد وكل القيم والمعاني الجميلة، وكان الناس يستمتعون بحياتهم ويأخذون بأسباب النهضة والحداثة. أما الآن فإن الناس فقدت الأمل في الحاضر، فارتمت في أحضان الماضي تنشد فيه السلوى والخلاص، فأصيب الناس بالهوس الديني، فأصبحت الحياة كئيبة قاتمة، واتسعت الهوة بيننا وبين العالم المتحضر. وفي هذه الأيام انتشرت موضة بين الفتيات وهي ارتداء الجلباب مع ترك الوجه مكشوفا، والجلباب يسبب إعاقة كبيرة للحركة ويسبب التعثر والوقوع على الأرض، وتضطر الفتاة لرفعه بيدها لتستطيع المشي جيدا، وهو يجرجر في الأرض من الأمام ومن الخوف ومن الخلف، فيدوس عليه الذي خلفها ويكنس الشارع ويتسخ اتساخا شديدا ويصبح مظهره منفرا. وعند صعود السلالم تعوق الملابس الطويلة عن الصعود، لأن المحجبة عليها أن ترفع ملابسها بيدها، وإلا داست عليها بقدمها، وتسبب ذلك في سقوطها على وجهها، وتمسك طفلها بيدها الأخرى،
وتجد صعوبة شديدة عندما تحمل أكياس من السوق أو حقائب. وأيضا عند نزول السلالم يجب أن ترفع ملابسها الطويلة من الخلف، وإلا اتسخت بشدة. وأنا الآن أكره الحجاب كرها شديدا، وأتمنى أن أخلعه في أقرب وقت، وزوجي وأولادي والمجتمع يضغطون علي فأضطر لارتدائه، ولو كانت لي الحرية لخلعته منذ 20 عاما. تحت عنوان سعادتي بخلع مؤقت للحجاب مشهد يس، قبضت يدي وحركتها بقوة في الهواء من أعلى إلى أسفل وقلت نعم لقد فعلتها. قلت لها وأنا أمشي على الكورنيش، قلت على كورنيش البحر في الصباح الباخر، أنا أمشي الآن بالترينينج وشعري يطير مع الهواء. ما أجمل إحساس أن يتخلل الهواء المنعش ثنايا شعري. لقد تخلصت من هذا الشيء البشع الكئيب المدمر المسمى الحجاب. إني أنطلق سريعا برشاقة وخطوات حرة ثابتة، ظهري مفرود ورأسي مستقيمة، والبنطلون يساعدني على المشي الرياضي الصحيح. تذكرت الأيام البائسة التي كنت أمشي فيها في نفس الطريق وأمام نفس الأماكن، وأنا أتعثر في العباءة الواسعة الفضفاضة وفوقها البالطو الثقيل. أشمر العباءة طارة فهي تعوقني عن المشي السريع، وهي تصل إلى الأرض فتتسخ وتبتل من المياه في الأرض، وأخرجها طارة من بين رجلي فهي تتكوم أمام رجلي من المشي وتمنعني من الحركة بحرية. والإشارب يطير مع الهواء فاضطر لإمساكه بيده، ولو تركته يطير فيغطي وجهي ويكشف عنقي. كان ذلا قاسيا. إن الحجاب ذل للمرأة وقهر لها، واستعباد وبطش وكبت وتكريس لدونيتها بالنسبة للرجل. نعم لقد فعلتها. إني أشعر بسعادة غامرة وبهجة هائلة ونشوة لا توصف. لن أعود للذل والحجاب أبدا. ولو انتهت حياتي بعد قليل أو أصابني مرض أو أي مصيبة في الحياة، أهون عندي من أن أعود للحجاب مرة أخرى. لقد ذقت الحرية والسعادة والبهجة والانطلاق. إني أحس أني أطير في الهواء ومع الهواء وكل شيء جميل حولي. إني أنطلق كفراشة أو عصفورة أو غزال، ومعي فيروز تجدو بأجمل الألحان. لقد جريت على البحر بالترينينج. كان هذا أملا عندي أن أفعل ذلك منذ 15 سنة كاملة. لقد فعلتها. وماء البحر بجانب قدمي، وعندما تأتي الموجة وأخاف أن أبتل منها أقفز إلى الرمل في سعادة غامرة وأصعد على الصخور. كانت المياه صافية جدا ورائعة للغاية. كنت أتحسر وأتألم وأشعر بالكبت والحرمان، وأنا أرى سيدات يجرين بالترينينج على البحر وأنا أطوق أن أفعل ذلك مثلهن ولا أستطيع. الآن وبعد سنوات الحرمان والقهر أفعل ما كنت أريده منذ سنوات طويلة، وأفعل ما أحبه وأتمناه. لن أعود إلى الحجاب أبدا، لا للسجن بعد الحرية، لا للقهر بعد الإرادة، لا للكبت بعد الانطلاق. لقد عدت بعد هذا المشهد المبهج الذي حلقت معه إلى آفاق السماء إلى ارتداء الحجاب مقهورة وتعيسة. فسقطت على الأرض واصطدمت بالواقع المرير المؤسف مرة أخرى.
وحتى إن حصلت على الطلاق فلن أستطيع خلع الحجاب مراعاة لشعور أولادي الشباب الذين سيتألمون بسبب ذلك. والوضع الوحيد الذي أستطيع خلع الحجاب فيه وأن أنتقل لمكان آخر لا يعرفني فيه أحد، أو حتى لمدينة أخرى أو دولة أخرى، لكي لا أسبب الحرج لأولادي أمام أقاربهم وجيرانهم. ولكن هذا الحل قاسي على نفسي جدا، لأني سأضطر أن أعيش وحدي وأحرم من العيش مع أولادي والتمتع بمصاحبتهم، وقد فضلت تحمل الحجاب والمعاناة من ارتدائه على انفصالي عن أولادي. وقد جربت خلع الحجاب بعيدا عن مقر إقامتي حيث لا يعرفني أحد، ففشل هذا لأني كنت أخاف أن يراني أحد يعرفني ويستنكر ذلك ويخبر أولادي فأسبب لهم الحرج والألم النفسي، كما أني عانيت الحرج من خلع وارتداء الحجاب المتكرر. وعندما خلعت النقاب كنت موضع نقد وتأنيب ورفض من كل من حولي ومن المجتمع، فمع تزايد التدين في المجتمع أصبحت من ترتدي النقاب موضع احترام وتقدير وترحيب، أما التي تخلعه فإن ذلك علامة سيئة على التراجع في الدين وقلة الإيمان. وقد خلعت الخمار وارتديت الإشار بالكبير، ورغم أنه لا يختلف عن الخمار في الستر والغطاء إلا أنه يعد خطوة إلى الوراء في طريق التدين والإيمان. ثم ارتديت الإشار بالصغير بدلا من الكبير، وقد علق جميع من حولي على ذلك التدرج باستياء وغضب. ثم أدخلت الإشار داخل الملابس فأصبح مظهري منسقا وجميلا، وفي كل خطوة من خطوات التقليل من الحجاب كنت أتمنى خلع الحجاب تماما، وليس التقليل منه فقط، ولكن زوجي وأولادي يجبرونني على ارتدائه وأيضا المجتمع. وعندما أردت خلع العباءة وارتداء جوب وبلوز واستأذنت زوجي في ذلك، رفض وغضب ثم أقنعته بصعوبة بذلك وبعد معاناة وعذاب. والآن أصبحت أرتدي الجيب والبلوزة وأدخل الإشار من الداخل، وحتى أصل إلى هذه المرحلة عانيت معاناة شديدة وتعذبت عذابا شديدا. ثم جاء دور البنطلون، وقد أردت ارتداء البنطلون لأنه يعطيني حرية في الحركة والمشي، لكنه كان وما زال يسبب لي المشاكل كلما ارتديته، وزوجي يغضب جدا عندما أرتدي البنطلون وفوقه بلوزة طويلة تصل حتى الركبة، رغم أن هذه الملابس حشمة جدا وساترة. أصبح الآن يوجد مشكلة كبيرة مع ابني الأوسط بعد أن التحى وصار أصوليا شديد التدين، وحتى قبل أن يسير كذلك فإنه يغضب جدا عندما يراني أرتدي الجيب والبلوزة أو البنطلون وأنا خارجة، ويلح علي إلحاحا شديدا أن أعود لارتداء العباءة، ويهددني أنه سيترك البيت ليعيش مع زوجة أبيه المنقبة إذا لم أعود لارتداء العباءة، وفي هذا ضغط نفسي شديد علي. وهكذا عشت مرحلة عذاب ومعاناة وضغط شديد لكي أصل إلى الملابس التي أرتديها اليوم. وكان يمكنني أن أوفر كل هذه الرحلة المؤلمة في حياتي لو كنت قررت خلع الحجاب كله دفعة واحدة وانتهي من المشكلة، ولكني كنت سأضطر لترك منزل الزوجية والأولاد.
خاطر، كتبت تحت خاطر. لماذا يتسبب الله في معاناة وشقاء النساء ويفرض عليها أن تغطي شعرها وجسمها ووجهها ويديها وقدميها؟ إن أجمل إحساس في العالم أن يدخل الهواء بين ثنايا الشعر ويتخلله حتى يصل إلى فروة الرأس. إن الهواء يجعل الشعر يطير ويفرق حتى يصل إلى جذور الشعر وفروته. أنا أحب هذا المنظر جدا لأني محرومة منه منذ أن ارتديت الحجاب منذ 32 عام، وأنا أؤكد أن جميع المحجبات محرومات من أن يطير الهواء شعرهن حتى يصل إلى جذور الشعر وفروة الرأس. لماذا يحرم الله النساء من هذا الشعور الرائع الجميل؟ وتحت عنوان هيا نخلع الحجاب ونستمتع بالحياة، كتبت: تجديد الخطاب الديني. الآية في سورة النساء تفرض إغلاق الجيوب. وتغطية الصدر فقط ولم تذكر شيئا عن الشعر. والآية في سورة الأحزاب التي تتحدث عن الجلابيب تأمر بتغطية الساقين وإدناء الجلابيب ولم تذكر الشعر يدنين عليهن من جلابيبهن. ويجب أن يعاد تفسير هاتين الآيتين بما يتناسب مع إيقاع العصر والتغير الذي حدث خلال 1500 سنة. وهذا مطلوب جدا وحيوي للغاية، فليس من العقلاني أن نطبق أوامر دينية جاءت لتناسب عصر مضى مثل منذ زمن طويل ونصمم على أتباعها واتباعها وإطاعتها وتنفيذها بعد التطور الهائل في الحضارة البشرية والتغيير الشامل. وإذا لم نستطع أن ننجز هذا التجديد، فإن العالم كله سيتخطانا ويسير قدما في طريق النهضة والحضارة والرقي، وما زلنا نحن نتعثر في قيود الدين التي تكبلنا. ولا يخفى على أحد أن العالم المتحضر قد تخطانا بالفعل بمعدل يتراوح بين 10 و100 عام، هي عمر الهوة التي تفصل بيننا وبين دول العالم المتحضر. أي أن المطلوب هو فقط الحشمة وستر الصدر السيقان وليس الشعر. سؤال: لماذا التمييز ضد المرأة والظلم لها؟ يظهر أن الفصل طال ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر. إذن أنا أتوقف عند هذه النقطة. ظننت أن الفصل كاد ينتهي، لا، الفصل طويل. طيب، أنا أعود لكم حلقة قادمة، سوف نكمل قراءة هذا الفصل المهم حول الحجاب ولماذا خلعته. أعطيكم رابط هذه الحلقة. إخواني، أنا كان ودي أن أكمل لكم ولكن أخاف أن يطول، فإذن خلينا ننهي غدا إن شاء الله. أوكي، يا رب. نعم، هذا فصل طويل. أخي فخر وأختي ابتسام، تفضلوا.
تفضل عزيزي، الكلام إليك. مساء الخير أستاذ سامي، مساء الخير عزيز قلبي. الأخت ابتسام وجميع المتابعين. نعم، تحدثت المرحومة نهى في هذا الكتاب وأسهبت في شرح تجربتها، وفعلا يظهر مدى ظلم الدين للمرأة. هذا هو المنهج الذي كان يدرس، إرهاب فكري. هي ذكرت عن معلمة كانت تخيفهم، كانت تخيف البنات الصغار بالنار وبجهنم، وكيف لازم يلبسوا الحجاب. إذن شغلة إرهاب وشغلة غسل دماغ، ويعني لا يوجد وضع، وكأنه يعني ظلم وشيء موجه ضد المرأة، وبينما الرجل حر يسبح في البحر، بيلعب رياضة، بيحافظ أخي على صالح. أخي صالح، أنا عايز أوقفك دقيقة واحدة. عندي أخ عبد الله خرج عن موضوع الحلقة. أخي عبد الله، أرجوك أن تبقى في موضوع الحلقة، أرجو أن تعود إلى موضوع الحلقة في الشات، وإلا أنا سأقوم بحجبك. أرجو أن لا تخرج عن موضوع الحلقة. هذا آخر تنبيه لك أخي عبد الله. أنت دائما تدخل في قناتنا لتفتح باب ليس مجال الحلقة. أوكي، كمل أخي صالح. إذن المرأة المحجبة يعني والتي تلبس اللباس الشرعي هي تعيش الحرمان بكل أوجهه، لا مسمح لها تلعب بالرياضة، لا كرة الطائرة ولا كرة السلة ولا السباحة. وشفنا قديش يعني كانت محبة للحياة المرحومة نهى، ودخلت في مياه البحر بالحجاب وباللباس. شوف لحد وين، وأنا هذا المنظر شايفه أستاذ سامي، شايفه على شواطئ البحار، تدخل النساء مع اللبس الكامل، تريد الحياة. هذه المرأة تريد الحياة، ولكن يحكمها شرع الدين، يحكمها ويحد من حريتها ولا يسمح لها أن تتنفس. فرفقا بالنساء والأجيال القادمة منهن، يتهمون مثلا قناة الأستاذ سامي بأنها تعادي الإسلام، وأنا برأيي أنه يجب أن نعرف نحن جيراننا وشركائنا على هذه الكرة، على هذا الكوكب. يجب أن أعرف أنه الشخص الذي يشمت بي لمجرد أني أختلف عنه بالرأي، يجب أن أعرفه وأميزه لكي أتقي شره. وأيضاً جاري الذي يقتلني كما ذكر في حديث بكتاب المرحومة نهى سابقا، أنه يحق للمسلم أن يأخذ أموال شخص قتله. فأيضا هذا فعلا هذا شيء كثير مؤثر نفسيا، فيجب أن أعرف عن جاري وعن شريكي في هذا الكوكب. ليس معاداة للإسلام، يجب أن أعرف الناس الذين كيف أتعايش مع الناس وأتقي شرهم. هذا من نقطة. نقطة ثانية أستاذ سامي، أنا قرأت في كتاب إذا بيسمح الوقت، يتحدث عن تاريخ التعذيب في الإسلام. يعني أنت تنتظر الرحمة من الإسلام، الإسلام ليس فيه رحمة، يظهر واضح ليس فيه رحمة. وهذا الكتاب من تأليف هادي العلوي، ومن يريد أن يتحقق من الكتاب يستطيع أن يقرأه. أنا اقتبست لكم من هذا الكتاب كم نقطة. تفضل. يقول: وقد أظهر زياد بن أبيه مواهب إرهابية. زياد بن أبيه كان والي الكوفة والبصرة، نعم، اللتين يتألف منهما إقليم العراق على زمن معاوية.
إذن وقد أظهر زياد مواهب إرهابية نادرة في صدر الإسلام، وصار قدوة لمن بعده من الولاة والحكام المسلمين، وهو مشرع لعدة أمور سارت عليها السلطة الإسلامية فيما بعد، مثل منع التجول والقتل الكيفي، وكان يعرف عندهم بالقتل على التهمة أو على الظن، يعني مجرد ها هو القتل الكيفي، إنه مجرد إنه متهم بدون محكمة، ومجرد إنه بشكوا فيه يقتل. وكان عندهم أيضا قتل البريء لإخافة المذنب، يعني مثلا هذا بدهم يربوا المذنب بالبريء. طيب شوف الظلم لحد وين، فأين الرحمة هنا؟ وقد طبقه على فلاح خرج ليلا، هو هذا زياد بن أبيه، للبحث عن بقرته الضائعة خلافا لقراره، كان مقرر ممنوع التجول، فقام هذا الفلاح راح يدور على بقرته، يمكن ما عرفش عن القانون تبعه للوالي، فبيقوم بيقتل، والقتل بيكون على رؤوس الأشهاد في ساحة المدينة. إذن بمنع التجول في الليل، لقراره بمنع التجول في الليل، وقتل النساء وهو غير مألوف عند العرب، يعني عند العرب كانت الثقافة أفضل بكثير من عصر الإسلام، قتل النساء عند العرب كان غير مألوف. ويخبرنا الطبري أن وكيل زياد على البصرة وهو الصحابي سمرة بن جندب أعدم 8000 من أهلها تطبيقا لمبدأ زياد في القتل على التهمة. ويروي السمعاني في الأنساب أن زياد أمر بقطع لسان رشيد الهجري وصلبه لأنه تكلم بالرجعة، الرجعة هي شأن من شؤون الدين، والحكم بقطع اللسان تطوير مبكر لفن التعذيب، ويدل على السرعة التي تقدمت بها دولة الإسلام في طريق تكاملها كمؤسسة قمعية. إذن تفانوا وتفننوا في القتل والتعذيب. يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال تشبه زياد بعمر فأفرط وتشبه الحجاج بزياد فأهلك الناس، يعني كان واحد صار يتشبه بالثاني ويعمل مثله أو أكثر. ومناط الشبه هو شدة عمر التي استوحاها زياد في حكم العراق. ومن المعروف مع ذلك أن شدة عمر لم تقترن بحالات قتل كيفي أو تعذيب، إنما كانت درجة من الحزم والضبط جعلته مهيبا في عيون الناس. ومناط الإفراط وهو أن شدة عمر تحولت عند زياد إلى إرهاب دموي استوحاه الحجاج ومضى فيه إلى مداه الأبعد. والحجاج نسخة متطرفة من زياد، وعلى يده أصبح الإرهاب حالة يومية شاملة يعيشها الناس على اختلاف فئاتهم ولمختلف الأسباب، من سياسة وعدائية، مش عارف الكلمة مش واضح. وقد أنشأ سجن الدماس المشهور، ويقال أنه كان بلا سقوف، سجن بلا سقوف، وقدر عدد من كان فيه عند وفاته 10,000 من الرجال والنساء. وكان التعذيب يطبق على الأسرى والمعتقلين تبعا لحالاتهم، لكن الشكل السائد لإرهاب الحجاج كان القتل الكيفي بوسيلته الشائعة، وهو قطع الرأس بالسيف. وأضاف الحجاج الصلب بعد القتل للأشخاص الذين لهم وزن خاص في حركة المعارضة، وكان من ضحاياه هذا الإجرام ميتم الثمار من أصحاب علي بن أبي طالب، يعني كانوا عاملين سنة وشيعة المقربين. وفي مكان آخر يظهر الكتاب أيضا أنه كان بعد القتل يعلقون الجثة ويجلدوها أيضا، تصور لحد وين. فأية رحمة هنا نظهر، إن كان من الحكام وهم لازم يكونوا قدوة للناس. أشكرك أستاذ سامي على. شكرا أخي صالح، شكرا. يا ريت يوم تقدم لنا هذا الكتاب. أنا هذا الكتاب كنت اشتريته لمكتبتي،
وهناك أظن موسوعة العذاب من 5 مجلدات، بالإضافة إلى هذا الكتاب اللي بتكلمني فيه، تأليف عراقي. على كل أختي ابتسام، الكلام إليك، تفضلي. مساء الخير نبي سامي. مساء الخير عزيزة قلبي. مساء الخير صالح حميد بن حمو والأخت سوسن. أول شيء بدي أشكرك على هذا الجهد الكبير اللي بدأته الحقيقة بقراءة تقريبا ساعتين، يعني أقل من ساعتين بشوي نبي سامي، أيوة. يعطيك الصحة يعني عن جد تعبت، أنا تعبت والقوة. يعني، فعلا فعلا متعب القراءة. أنا يعني، وأنا فكرت إنه الفصل أقصر من هيك، فكملت فيه على أمل إنه ينتهي، بعدين تبين لي إنه هو ضعف ما كنت أفكره، لكن مش مهم يعني. آمل إنكم ما نمتوا، آمل إنكم ما نمتوا وأنا أقرأ. لا الحقيقة بس قلت همك يعني انه بس انت داعس ما شاء الله يعني عم تقرأ، وانا توقعت انت متهيأ لك الفصل يعني يخلص بسرعة، بس لا ما خلص. يعني هاي الدكتورة مفروض اللي عم يشمتوا وعم يشتموا يعملوا لها تمثال، صح، تحملت تعذيب وعذاب وقمع وإرهاب 32 سنة عم تحكي، امرأة تتوق للحرية لكن خجلا من المجتمع، خوفا على مشاعر أولادها، خوفا من الطلاق، خوفا من نظرة المجتمع إليها، ما بس تعرف شو انه انا يعني هي راحت على تركيا يمكن عاشت هي اللحظه هي مسافره حره، يعني على الاقل عاشت لحظات شعرت انه هي قررت شيء وعملت شيء، ومهما حكوا عليها انه هي الدكتوره الفهماني اللي كانت تحكي انه ركضت وراء غرائزها. أستغرب النساء المتعلمات أنه يفكروا بهذه الطريقة. أنت لما تبحثي عن رجل أو شيء تحبيه بحياتك ليس له علاقة بالغرائز الجنسية، أنت عم تبحثي عن حريتك مع شخص آخر، مع ببلد آخر، بمكان آخر، بقناة. نحن بنجي على قناة النبي سامي ليش؟ لأنه بنشعر إنه نحن فينا نقول كلمتنا بدون قمع، بنقدر نقول كلمتنا بدون الآخر ما يسكتنا، يعني في يعني وصلنا لمرحلة من الحضارة بالحوار. دائما أنا كنت يعني أحلم أو أتمنى أشوف 2 عرب بيتكلموا مع بعض بدون عم يشتموا بعض، بدون عم يضربوا بعضهم بالسرمايه، سوري من هالكلام، او يبزقوا على بعض. امبارح تذكرتك نبي سامي كان هذا بيير مورغان تبع البريطاني الصحفي المشهور هذا جايب واحد مطرب امريكي يمكن ساعتين كان اللي يعني انا توقعت ان يقوموا يقتلوا بعض، لكن الحوار عندهم مش انه ربح وخساره، مين بيبقى للاخير ويستمر؟ نحن دغري بيبسوا على بعض بيسبوا على بعض، فنحن بهي القناه نبحث عن الحريه. هي ذهبت على تركيا تبحث عن حريتها مش عن الجنس او عن الغريزي او تحقق شغلات هي لانه صارت بهالعمر. وشو صارت بهالعمر يعني شو؟ الوصف اللي عم توصفه يعني كيف المرأة تتعذب بنقابة بحجابة. أنا بقول لك نبي سامي يعني أول ما أجوا السوريين لهون بتعرف يعملون كتير من المناسبات يعني، فأنا يعني أرفض شوف محجبة عم ترقص شرقي قدام كل هالعالم، يعني أشعر إنه
أنا ماني مثل بي، لكن إنه في نوع من ال في شيء متناقض. يعني بدك ترقصي أم يعني شرقي، بتعرف الرقص الشرقي يعني رقص سنشوال، يعني ما إنه دبكي وكذا، بالحجاب عم ترقص قدام كل هالعالم. أنا واثقة هي ولابسة طبعا بنطلون ضيق وكل، لا بس لابسة هذا الحجاب طبعا، الناس عم تتفرج وإفريبادي يعني إنه شو هذا، ما كانوا شايفين انه هاي القصص. بعدين هي تعرضت لنقطة كنت انا ماني متأكدة منها الحقيقة، لكن احيانا مثلا بتروح عند جماعة نساء وانا لحالي لوحدي، تتفاجأ انه بيتحجبوا وبيغطوا شعرهم قدامي. عدة مرات مثلا الا ليش يعني ما يعني بتعذبي حالك انه ليش تحطي على شعرك او تغطي شعرك، ف لانه هي بالبيت وعندها ابنها كانت كذا هيك، فانا استغرب يعني انه واي، وبتزبط يعني منه انه والله شعرها لا 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 بتزبطه بتغطيه مزبوط مزبوط. فهني فعلا مثل يعني كتابة للدكتورة نهى المرحومة يعني خارق خارق الحقيقة، أرض جو أرض. بعدين حكيت عن نقطة الرياضة، يعني هلأ كثير نساء إنه بابا أنا ضل محجبي بس خليني ألعب رياضة، فريق إيران محجب، فريق مدري مين محجب، امبارح وحدة سورية ربحاني ما بعرف رياضة محجبي، بالعراق ملكة جمال بغداد محجبة، شو هاد؟ يعني النساء اللي عم يموتوا بإيران وعم يموتوا بالغرب وعم بينقتلوا يوميا من أجل هاي الشعائر التافهة، علينا أن نتوقف بالتصفيق إليهم. يعني مثل امبارح بالبرايد، هذا برايد يو نو برايد تبع الجي والليزبيان هذولي، السنة طالعين الرجال نيكد تماما و مناظر مقرفة، نفس تماما لما انت لابسه من راسك لاجريك ما حدا بيعرفك، بس نفس الشيء. لا يعني في شيء اسمه ديسنت لبس ديسنت كذا. بعدين فعلا المنظر عم تحكي على البحر، يعني اذا بتروح على سوريا بالرمال الذهبية، يعني الشط بين يعني ما في فصل بيناتهم، غير انه هون ممنوع تفوتوا على هاي المنطقة من البحر، بتلاقي الطرف الثاني المنقبات والمحجبات ومعهم ازواجهم لابسين شورت نيكد من فوق يعني، ومرته لابسه هذا الجلباب طالعه من البحر بكل جسمها طبعا مبين اكثر من اللي لابسه مايو يعني صراحة، وهي بتعرف عم تحكي هذا الكلام. انا مأنجي زوجي وبالظلط زوجي، المسابح بسوريا على فكرة ما عاد خلوني يفوتوا، انه جوزها بيقعد بالمسبح، عارف كيف بيكون في برنامج بالمسبح هذا عاملين برامج، هي بتلاقي قاعدة على كرسي محجبة ومامته وكذا، وجوزها بالمي عم تدلله وتيك تغنجه وعم يبصمس على البنات الاخر بنات العالم التانيين، فمنعوهم. فهني بالنسبة لهم هذا حجز حريات، لا انت بدك تكوني هيك قبلاني فيه او مو قبلاني دافع، يعني 32 سنة تعيشي بسجن، شو الله جابرك يعني. كتابة سيبقى حقيقة انه كنت عم بسمعها انا، لانه عم يمر بذهني نبي سامي، انا اسفة طولت مشان الاخ حميد بحبه، تذكرت طالباتي تذكرت رفقاتي يلي كانوا يجوا على المدرسة يشلحوا للحجاب ويرفعوا تنورتهم لفوق تصير قصيرة، يطلعوا مع الشباب ياخذوا معهم، يعني لذلك أنا بقول لهم المرأة العربية امرأة كاذبة، امرأة حقودي، امرأة حسودي، ما هي خلقت هيك مسكينة، لا محرومة. يعني تيجي حكيت لك هي القصة إنه احكي لك عن ناس ثانيين بدون انه بالليل بيطلعوا بيشوفوا البوي فريندز تبعهم بالليل، عرفت كيف، واهلهم نايمين، طيب
قديش هي البنت يا حرام عم تكذب وعم تخاف ومرعوبه حتى تطلع تشوف البوي فريند تبعها بالليل وبيشربوا وبيرجعوا. ولكن قدام المجتمع الكل، قدامنا نحن حتى المسيحيين، شوفوا البنات الشريفات وانتم فلتانات لانكم ما عندكم حجابات. شايف النفاق شلون؟ شيء مرعب حقيقة، يعني شيء مرعب. عايشين كذب لا بعده كذب. أنا آسفة نبي سامي، شكرا. شكرا أختي ابتسام، شكرا أختي ابتسام. أخي حميد بن حمو هو قال لي إني أنا عطلت القراءة، حقيقة أنا عطلت القراءة وتعبت فيها، لأن أنا فكرت إنه الفصل سينتهي، يعني ما حسبت الحساب، فأنا أعتذر إني يعني خليتكم تحسوا بالملل، وأنا بذاتي تعبت بالقراءة، ليس من السهل قراءة ساعة كاملة، هناك ساعة ونص أنا أقرأ، يعني على كل، اعذروني اعذروني. أخي حميد بن حمو تفضل. مساء الخير دكتور سامي، تحية للأستاذ صالح والأستاذة سوزان وأختي ابتسام وجميع الإخوة والأخوات الموجودين في الشات. أنا صراحة كنت مستمتع لأن لا أتكلم كثيرا يعني، لكن رأيت بعض الإخوان والأصدقاء الموجودين في الشات يلوحون بالجرس، فقلت سوف أقول للنبي سامي يعني حان وقت مناقشة الموضوع حتى يبقى الجميع على. وفي هذا الإطار لدي شفاعة لأخ حجبته ودفع عليه الكل حتى أختي ابتسام، وهو دبل شط. دبل شط كان يدافع ضد أحد يعني الداعشيين، فذهب معه في الحضر. يعني إذا كان بإمكانك أن تزيل عنه البلوك. من هو عزيزي؟ دبل شوت. لا دبل شوت، عمل تعليق ما عجبنيش. لا يعني هو علق على واحد كان قال كلام خبيث وأجابه بطريقة يعني ربما، وأظن أن أصدقاء الموجودين في الشات كلهم يعني قالوا بأن هو إنسان جيد. أنا لم أقرأ ما دار في الشات، لكن لاحظت بأن الإخوان والأخوات يدافعون عنه، ولذلك قلت لك هذا الكلام. أوكي، إذا أنا سأعيده. تكرم عزيزي، بس المشكلة إني لازم أبحث عنه، لازم أبحث عنه. هذا ثانية واحدة، إذا أنا هبحث عنه في القناة وأعيد للقناة. هذه مشكلة، لأنه حقيقة البارح كان في تعليقات ما عجبتنيش بتاتا، فأنا قلت يعني شو أنا جابرني، أنا يعني فاتح قناتي ومعطي الحرية، قناتنا أعطي الحرية الكلام للجميع، وبعدين يجي ناس يسبوني يقول ابن الكلب ومثل هيك. أنا ماشي، ما في شيء عندي ضد الكلاب، بس يعني لماذا تسبوني؟ وأخي عبد الله دائما بتدخل لي في مواضيع ما لهاش أي علاقة في الموضوع، فأنا هذا الأمر أصبح يزعجني، فعلا أصبح يزعجني، فأنا أعتذر يعني إذا كنت أنا بحجب ناس ما كانش لازم أحجبهم، بس يعني شيء أصبح يزعجني فعلا. أنا قاعد ببحث. طيب اللي حاب يكمل، وأنا أبحث عن اللي دبل شط أهو. أنا حعيده، أعدته.
أعدته دبل شوت، أعدته للحوار. أنا حجبت شكرا. اليوم ثلاثة، عبد الله ومحمد أحمد وام ار ار، وما أعرف شو هذا. نعم لقد أجبناهم يعني بطريقة ذكية، وطلبت منهم ألا ينشروا روابطهم للإشهار لقنواتهم، وكذلك قلت لهم بأن إذا كنتم تريدون يعني الحسنات هنا لتكفروا عن سيئاتكم، فربما سوف لن تجدوا من يتبعكم وتضيعون وقتكم في الكلام الفارغ. لأرجع إلى الموضوع الأساسي وهو الدكتورة نهى وحجابها، فمعلوم عند أي شاب إذا كنت حتى لا تكون امرأة، كن رجل وضع يعني شابو أو شيئا على رأسك، سترى حين سوف تصل 40 شعرك سوف يسقط وسيصيبك الشيب يعني بطريقة سريعة جدا، يعني أنت لازلت شابا وتفقد شعرك. لماذا؟ لأن الشعر مثله مثل جميع أعضاء الجسم، يجب أن يتنفس ويجب أن، وحين نغطيه فنحتفظ بكل الميكروبات التي يمكنها أن نصادفها في الهواء، والبكتيريا، وحتى يعني في فصل الربيع ترى أن بعض الناس يعني عندهم أليرجي أو بولين، وحين يكون الرأس مغطى حتى وإن دخل إلى بيته تبقى البولين في ذلك اللباس، أو في ذلك وحتى وإن استحم إلى آخره فيبقى يعطس ويكحب، لأنه جاء بالمرض حتى لبيته. بالنسبة للمسابح، المسابح أن أظن أن الأطباء هم من شرعوا أن لا ندخل بهذه بلباس زائد عن الميو، لأن حين ندخل ميكروباتنا أولا يجب أن نغتسل قبل أن ندخل إلى المسبح، ونسبح ونخرج ونغتسل لكي، فإذا دخل كل بجلبابه وبحجابه إلى آخره فالماء يصبح يعني غير صالح للسباحة، لا سيما أن هناك أطفال يسبحون وأحيانا يشربون ذلك الماء إلى آخره. فهذا من جانب الوقاية الصحية، يعني عديد من الدول حتى إسلامية يعني تحرم السباحة بالحجاب. بالنسبة للإناث الذين يستعملون كذلك الحجاب، فشعرهم يعني بقوة العرق إلى آخره يبيض قبل الأوان ويسقط، ويعني انظر إلى أصحاب العمائم كلهم في يعني عمر معين تجد صلعتهم يعني تعكس الشمس، لأن لم يعد لهم شعرا في رأسهم، والشعر هو من يساعد على التنفس، لأن لا نتنفس بفمنا وأنفنا فقط، بل بشعرنا بجلدنا بكل شيء. وأتمنى أن يأخذ الإنسان يعني المصلحة الوقائية الطبية
قبل أن يأخذ الدين، لأنه سوف يساعد على حياة نقية ونظيفة. من جهة بعض المتدينين الذين يصدعون رؤوسنا، فلا أحد منهم ضامن لا الجنة ولا جهنم. كلهم يسعون إلى الجنة وجهنم، لكن ليس لهم ضمان. وهناك من يقول لك يعني يكفي أن تصل إلى اليوم الأخير من حياتك تشاهد تذهب إلى الجنة. يعني هذا أنا أشك أن إله يسمح لك بارتكاب كل جرائم الدنيا، وبالتالي يعني تدور صبعك هكذا وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك سوف تذهب إلى الجنة. كفاية غباء. يعني يجب أن نفكر بعض الشيء ببعض الموضوعية. أنا زوجتي رغم أنها مسلمة يعني حلفت الحجاب حين رأت أن شعرها بدأ يصبح أبيض ويسقط إلى آخره، وكنت قد يعني حذرتها من هذا منذ مدة، لكن هي كانت مستمرة في لبس الحجاب واليوم لا تلبسه، وأنا سعيد بذلك. شكرا لكم والتحية للجميع. صوت دكتور، صوت. نعم، حقيقة الدكتورة نهى يعني نبهت إلى موضوع فقدان الشعر من الحجاب. أنا ما كنت أعرف هذا الموضوع، يعني هي تفهم أمور الرجال ما بنتبهولها، ما بنتبهولها لأنه مش مشكلتهم. ف آمل إنه ناس يستمعوا ويقرأوا هذا الكتاب، يعني على الأقل في فوائد صحية تشير لها هذه الطبيبة. أوكي، أختي سوزان بخل، مساء الخير، شرفتينا. مساء الخير نبينا سامي الزيب، وحضل نبينا غصبا عن كل المتأسلمين والمتطرفين وتجار الدين، الغوغاء، الرعاة، القطيع، الغنم، مع احترامي للغنم يعني، وبتعتذر نحن بنقتل الغنم يعني لأنه توارثنا، أنا نباتية يعني عاد جمال. تحية للمشاركين بالحلقة وللحضور اللي عم يشاهد، وإن شاء الله يزيد العدد، لأنه لازم المسلم، أنا بوجهك، أنا لأني مسلمة ليبرالية علمانية، بوجه للمسلمين، يعني أنا من الداخل عم حارب بالكلمة، لازم المسلم ما يسمع به فقط المشايخ، أنا بسميه المشايخ مع احترامي للموجودين، لازم المسلم يسمع للديني، للربوبي، للغربي، للصيني، يسمع كل الاتجاهات، ما يكون يعني محدود الفكر، يطلع على الآراء الأخرى، مثل ما هو بيأكل كل يوم أكل شكل، بنوع بالأكل، بنوع باللبس، كمان ينوع بالأفكار، بجيب بيغير سيارته، هالسيارة ما صار موديل قديم، يعني نوع جديد، كمان جدد أفكارك يا مسلم. أنا أختك، يعني أنا عم أقول لك بحب، كل حب، إنه هالأسوة المنتشرة والعدم الرحمة اللي المفترض إنه نعبد إله رحيم، إنه نحن كمؤمنين يكون عنا، بس منشغل عقلنا، يعني لما منلاقي حالنا غير رحيمين، غير رحماء، ما عنا رحمة، فعنا أسوة، ونتمنى القتل ونتمنى عدم الرحمة، هون في علامة استفهام، يعني في السؤال الموجه إنه ماذا فعل بكم رجال الدين الكهنوت الإسلامي، ماذا فعل بكم؟ يعني هو بدال المفترض إنه هو يزرع فيكم بذرة خير، يعني فكر
اللي بيميل للخير بيبتعد عن الشر، الخير بيتجسد بالخير مع الآخرين البشر بغض النظر عن خلفياتهم. طالما أنت عم تصير إنسان شرير يعني المنهج اللي عم تتبعه منهج غلط، والإسلام مش منهج واحد. إذا ما نسمي بكل إسلام ما أن تبع منهج، في إسلامات كما قال الأستاذ سعيد شعيب، اختار منهج معتدل، اختار، فحاول تشغل عقلك وحاول تترقى شوي ترتفع، يعني لأنه ظاهر ما في روحانيات عند المسلمين أغلبيتهم للأسف، يمكن عند بعض الصوفيين المعتدلين بس للأسف، يعني تدين من غير روحانيات يعني كله خوف من جهنم وطمع بالجنة وبدون تعقل بدون وعي، هذا تدين بائس. والنتيجة اللي عم نشوفها يعني 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 مرة ما فعلت لك شيء، مرة خدعت مرتين، خدعت عن وحدة سفيهة ساقطة ساقطة اسمها ريهام سعيد، هالمتخلفة هالمتعصبة هالهمجية يعني بشكلها من غير الحجاب توحي انه هي مودرن، بس هي من الداخل انسانة متخلفة ومنافقة لانه ما بتطبق اللي عم تعمله. خدعتها يعني عملت معها المقابلة، وبعد ما خلصت المقابلة عرضت صورتها بالفيسبوك تبع السيدة الذكر ريهام سعيد وحطت لها صورتها بوجهها، فضحتها خدعتها. هيدي لو ببلد محترم، طبعا بلاد الشرق الاوسط كلها مش محترمه للاسف، لبنان وكلنا كل بلادنا مش محترمه للاسف، ما عم بحكي على بعض من الشعوب، عم بحكي كسلطات ما في مش محترمه، لانه كانت حكمت هيدي امانه صحفيه، الضيف ما بده يبرز، خاصه دول تمنع حريه المعقيده. يعني انت ما ضميرك تدين من غير ضمير، هذا تدين، شو اسمه التدين؟ هذا تدين، هذا كذب على الله وكذب على كذب على عم تكذب على نفسك انت، هذا مش تدين، هذا تدين الخالي من الاخلاق، حتى تدين ما له طعمه ولا له نكهه ولا يعني مثل واحد يعني ما له فايده ابدا، هذا بالعكس بيضر ما بيفيد، بينتج تعصب. من هي خدعت أول مرة مع المذيعة سيدة الذكر، ولما الجراح عمل عملية تجميل فاشلة لهيدي المذيعة السيئة، أنا شمتت قلت هيدي الكارما، لأنه كما تفعلت كما تدين تدان، وإذا إيمانيا أنه الله انتقم، أنا افترض اللي مؤمن يعني أنا ما بحب إشمات، بس أنا لما سمعت كيف عملوا فزعوا بالدكتورة المرحومة نهى سالم، شمتت فيك يا ريهام سعيد، وأنا والخزي والعار لإلك وللسلطات التركية اللي إلى الآن لا غير مهتمة بالموضوع، مع أنه إسطنبول كلها كاميرات، إيش معنى لأنه عرفوا أن لا دينية، يعني الناس يعني لو كانت هي محجبة مثلا كانوا اهتموا أكثر، أو بنت مسؤول ما بعرف، يعني وين الديمقراطية بهالبلد، ما بعرف موضوع هذا، وين العدالة. والثانية لما خدع هذا الذكر الجبان، هذا اللي بإسطنبول اللي ادعى الحب مشان طمعان فيها مشان يستغلها، بعد ثلاثة أيام دغري ما صبر دغري يلا ماني give me money، صرتيني فلوس يعني مصاري، وبعدين طلقها، وهذا خداع يعني، هي يعني موقفها حيكون صعب قدام أولادها اللي معارضين كانوا. وشوف شوف الإنسان الصادق الحر قديش بمجتمع همجي قديش بيكبزهاش وناش، المجتمعات اللي في المتوحش لهالدرجة، من العار أن تتكلم عن الله، من العار أن تتكلم عن الدين وعن عن عن القرآن وعن كلام الله وعن الوحي، أنتم أسوأ أمة أخرجت للناس. بقى هي خداع، يمكن هو اللي سلمها، هو اللي قبض عليها وسلمها، بهذا خدعتين تعرضت، المذيعة و هيدا الذكر الناقص اللي ادعى الحب. وانصح النساء ما تصدقوا اشباه الرجال، ما تصدقوا اشباه الرجال، واذا هو ما خصوا عصابه متطرفه قتلوها كمان، استدرجوها وقتلوها، ويعني لازم يكون في وعي اكثر يعني عند كل انسان مهدد، كل انسان يعني مغضوب عليه من الجهلاء والرعاة. وبشكرك يا دكتور نبينا سامي الزيب لأنك عم تكرمها أفضل تكريم، وعم تكرمها هيك بدون مقابل، عم تكرمها وتتعب
لأنه لأنك يعني حبيتك كأخت، حبيتك كإنسانة حرة. يعني يعني مش ضروري أنا متفقة مع 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 نهى سالم بكل شيء، مش شرط نتفق على كل شيء، متفق ما هو في أشياء كتير موافقة عليها، في كتير أشياء ما اقتنعت لي قالته هي شخصيا، بس أنا برضو أدافع عن حقها بالتعبير. لازم نحن يعني نحترم الرأي المختلف ولو ما اقتنعنا، ما هي دي الحرية. هي مثل ما أنت تعبر عن رأيك كمان غير تعبر عن رأيه، بس للأسف المؤسسات السلطات العربية بالشرق الأوسط متحالفة مع التيار السلفي للأسف. وبدي أقول شغلي إنه مساوئ الحجاب كمان تركك العظام، لأنه إذا اللي بتلبس النقاب ما بتوصل للشمس، بدها تأخذ فيتامينات دائما، وفي كتير في ناس ما بتأخذ فيتامينات دي. هلأ واللي محجبة مش منقبة بتحط إكرون توتال، يعني صن بلوك، يعني واقي الشمس، يعني مشان اللي بتعرف بدها مشان جوزة ما يتجوز عليه بيكون من عائلة متشددة أو رجل ذكوري، أو مشان جوزة ما يتطلع بدها تحافظ على بشرتها لأنه الشمس بتكبر البشرة. بقى هي أكترية النساء المحجبات بيحطوا واقي الشمس، يعني بالنهاية هن الوجه بس المكشوف ما عم يتعرض للشمس. وبالنهاية هذا مساوئ الحجاب، ومساوئ الحجاب الاجتماعية إنه الرجل بصير ينظر لأخته محجبة ومرته، ما ينظر للمرأة الغير محجبة كعاهرة، كعاهرة وكساكتة وعديمة الشرف والأخلاق. بقى هيدي وأحيانا تضطر ببعض المجتمعات العربية إنه المرأة تتحجب مشان تحصل على عريس، يعني الحجاب يكون سك شرف، يعني يعني شهادة حسن سلوك حسن أخلاق شو اسمه للمرأة بهيك مجتمع همجي ذكوري. لحظة شوي، همجي ذكوري. وبالنهاية وبدي أقول شغلي كمان، الفقه، يعني هي المرحومة والله يرحمها دكتورة نهى سالم، هي لو ما كانت هي دكتورة، يعني ما عندها مع شهادة متعلمة وعندها يمكن تقاعد وكبيرة بالعمر، ما كانت قدرت كمان انفصلت، ما كانت قدرت عاشت لوحدها، ما كانت قدرت خلعت الحجاب والنقاب واغضبت زوجها عليها وجاهرت بالعائلة وان هي لا دينية، او يمكن بعد ما فضحوها فضحتها المذيعة. المهم ما كانت عملت كل هالشي لو كانت معتمدة كليا على زوجها، لانه كتار نسبة كبيرة من النساء معتمدة للأسف بزوجه البنت قبل ما تكمل تعليمها وقبل ما تتوظف تستقل ماديا. بقى هي عندها بنفيت، يعني عندها شيء بوزيتيف ان هي كانت هي مستقله ماديا، مشان هيك قدرت شوي، يعني قدرت عاشت لوحدها، الاولاد تخلى عنها، عطت المراه حسب الفقه الاسلامي الذكوري الهمجي المجرم الارهابي، المراه لما تكبر بالسن اذا رفض يطلقها بتعمل خلع ما بيطلع على شيء، وإذا طلقها بيطلع لها ليرة ذهب، يعني بيطلع لها المهر تفقد قيمتها مع الزمن، بتصير بالشارع. بيقولوا الكفار بأوروبا ما بتنزل بالشارع، هو بيطلع الرجل، لأن الرجل بيظبط حاله، الدولة بتساعده بسكن، بس المرأة ما بتطلع من البيت اللي ربت ولادها فيه، ما بتطلع من البيت. هذا بالزواج المدني اللي أنا بطالب فيه بلبنان وبكل الدول العربية، بقى لأنه على كل أغلب القوانين المدنية إلا قانون الزواج بخليينه ديني، مشان ضر المرأة رأى راسها مكسور. ولو ما بعض النساء عم يتعلموا مستقلات ماديا ما كانوا قدروا أخذوا قرار بحياتهم، بده يكون القرار تحت سلطة الولي، تحت سلطة الولي الأخ والأب والزوج. هي استقلت ماديا المرحومة نهى سالم، بس عزلت اجتماعيا، عوقبت اجتماعيا، عوقبت اجتماعيا، وبطل حال. يعني لما المرأة بدوها ببلد عربي معودين على الاجتماعيات وتعزل، لا صديقات ولا أصدقاء، يعني ويخافوا أنه تتعرض لشيء يكونوا معها، وحتى زواج، يعني حتى الزواج حرمت من الزواج مجددا، وأكيد ما فيها تعمل علاقة غير من غير زواج، هي راح تتزوج وعهروها، ما هي راح تتزوج زواج نظامي بتركيا وعهروها، يعني حتى ما قادرة تعمل علاقة. لو كانت بدولة حرة مثل أوروبا فيها تعمل علاقة من غير زواج، وكانت كشفته لها الذكر الندل من العلاقة، لا تتزوج بعدين تكشفه بعد 4 أيام ترجع تطلقها. وزواج عرفي مش معترف فيه بتركيا، زواج عرفي،
يعني ما لحو ابدا منه قانوني يعني. وبالنهايه اللي يعني في بدل هذا بدل انه في كثير نساء غير مستقلات ماديا يعني ما قادرين ياخذوا اي خطوه وهذا بدل انه المراه بالدول العربيه من المحيط الى الخليج الا ما رحم ربي. يعني في قانون بتونس ضد العنف المنزلي وقانون بلبنان ضد العنف المنزلي بس لا يطبقان كما يجب خاصه بلبنان بسبب ما في دوله. بقى المراه مش محميه بالقانون. نحن بالسؤال لما 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 المراه تدرك وبدي اقول شغله يا ايتها المحجبه العديمه الضمير وخاصه محجبات اوروبا انتم عارفين بدي اوجه الرساله وخلي العالم كلها تسمعني. ليش وانا كنت حابه اطلع بوجه بس بوجه مش مهيئ هلا بوجهي تعبان اليوم. بدي اقول يا محجبات خاصه المحجبات نجس الادلجه اللي هن اختاروا الحجاب ما حدا جبرهم لا زوج جبرهم ولا اخ ولا اب هن اختاروا الحجاب نتيجه الادلجه. انتوا لو كان عندكم جنس الانسانيه والضمير والاخلاق والتعاطف كنتوا شلحتوا الحجاب تعاطفا مع نساء ايران وافغانستان اللي الدوله عم تجبرهم بالقوه على الحجاب وكنتوا تعاطفتوا مع ملايين من العربيات ملايين من العربيات المحجبات كسرا باوامر من ذكور العائله اللي هو ولي الامر. اتصور انه بلادنا بعد الدول الوحيده بالعالم المراه عندها ولي امر. اين المواطنه؟ اين المساواه؟ وحدها العلمانيه تحررك ايتها المراه. ابتعدي عن الفقه اذا بمؤمنه قري القران بس القران كتاب روحي اعتبري للبركه قري القران مش وقت الصلاه فقط قري القران وهو للبركه للتواصل مع الله فقط مش تشريع. روحي للتشريع العلماني المدني انت يا مسلمه تتحرري. اذا انت ضلك تنعى ومؤدلجه بهالفقه هيدا يعني انت محجبه نتيجه الادلجه وغيرك من النساء محجبات نتيجه الضرب والتهديد والعنف. بقى يعني 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 مشكله كبيره. وليش الانظمه العربيه ما عم تعمل قانون عنف ضد المراه؟ لانه الرجل الدين مأدلج العقول كلها من رئيس الجمهوريه للزبال بيحضروا خطبه الجمعه حتى عبر الراديو او التلفزيون او اي شيء بيقولوا انه واضربوهن بتفسير مع انه طالبه المرحومه انه تغيير تفسير ايات الخمار. وانا اطالب كمان انه الغاء حديث من بدل دينه فاقتلوه. يعني لا اصلاح ديني عم يتم الى الان لان العالم نايم عن الكوارث الاسلاميه. لا اصلاح اسلامي عم يتم وانا من انصار الاصلاح ولا قوانين عم تتغير يعني رأفة بالأجيال القادمة. يعني معقولي الأطفال يتربوا هلأ أنه الضرب يعني أنه هذه الآية صالحة لكل زمان ومكان واقتلوهم حيث وجدتهم صالحة لكل زمان ومكان. معقولي أنه الطفل يتربى بهالإيديولوجيا هيدي اللي تفرز أحزاب إسلامية وتنتج إرهاب. هي المنتوج هو الأحزاب الإرهابية والإرهاب اللي عم نشوفه هو المنتوج هو السلعة. بس المين اللي مصنع كتب الفقه كتاب البخاري كتب التفاسير اللي فسرت السفهاء بالنساء والأطفال؟ عفوا يا 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 مسؤولين لازم تغيير كتب التفاسير كما قال فراس السواح. لازم فلاسفة يفسروا القرآن حقوقيين يفسروا القرآن. معقول التفاسير عمرها 1000 سنة ولا تمس وممنوع ورجال الدين كلهم لشو عم يعني ياخذوا رواتب كلها يرددون التفاسير 1000 سنة وأحاديث مخجلة أحاديث يعني الشياطين ما بتقولها. المرأة تدبر بشيطان وتقبل بشيطان. هالطفل اللي بتعلموه هذه أكبر جريمة تعليم الأطفال الدين الإسلامي إيديولوجيا. وأنا مع حظر الحجاب بأوروبا لتكسر شوكة الإسلاميين المتطرفين. وأنا مع اليمين المتطرف طبعا لازم الحجاب يحظر لأنه هذا رمز مش رمز ديني. هذا رمز إيديولوجي رمز سياسي رمز كم ملكية المرأة للرجل. لما المالك بيملك سلعة بيغطيها. لما المالك يملك سلعة ولما الرجل تعود بالتوارث انه المرأة هي ملكه اخته بعدين زوجته بعدين وبنته بعدين مع زوجته صار الحجاب هو الرمز. انا بشوفه رمز الملكية. بس لما الحجبي اللي بأوروبا ما في سلطة بقى ما في ولاية رجع على المرأة ليش لبس الحجاب؟ مؤدلجة وبإلا انت يعني حسابك حصير عند الله لأنك أنت ما بتتعاطفي
وانت مساهمة بنشر الحجاب بالعالم الحر، عالم المساواة بين الجميع بالحقوق. انت بلد المساواة، ليه عم تعملي تمييز؟ لا، ليه بدك تكوني مميزة باللبس عن كل البنات وعن عن عن ليش انت شعرك عورة ورجل شعره مش عورة؟ يعني انت عورة، وانت يعني انت مبسوطة انت عورة، وانت مبسوطة انه الاسلام اجبر الرجل يصرف عليك؟ يعني هو اجبر، هو اوكي كان بوقته اوكي، انا مع الرجال قومون على النساء بما انفقوا، يعني الرجل ينفق على المرأة لانه كانت المرأة الظروف ما تسمح لها تشتغل. بالقرن السابع الميلادي كان مجتمع بدائي وصحراوي، ما في ما في ما في مجال شغل، وكان في ملكة مين هني ينظفوا البيوت ويطبخوا، حتى المرأة ما كانت تعمل شيء. بقى حاليا الفقه اللي بدك ترددي وتقولي من جديد، تقولي وتعيدي انه الفقه اجبر الرجل، انه الاسلام الشريعه كرمتني والاسلام اجبر الرجل زوجي يصرف علي وخي يصرف علي، هيدا عار بهالزمن. لان انت حاليا فيك تشتغلي، لما انت ما في السابق ما كان فيك تشتغلي، هذا تكريم اوكي انا معك يا حبيبتي، بس حاليا عيب. انت حاليا منك منك معاقه مشلوله، انت حاليا فرص العمل قدامك، فيك تشتغلي وتعتمدي على نفسك، وما وخاصة بالدول العربية للقانون كله مع الرجل، وتصمدي في حال طلقك الرجل، في حال انتك تنفصلي عنه، خانك، تزوج عليك، خليك بوظيفتك وصمدي، وما تدفعي قرش للبيت الا للضرورة، مشان انت اذا 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 تقدري تنفصلي اذا هو يعني صار وحش، صار انسان وحش. يعني شوف اللي صار مع مرحومنا اخيرا، مش ما طول، انه هي حكت يعني بالتفاصيل انه كيف خاصه بالعيله المتشدده دينيا، انه المراه لما تشلع قطعه قماش، يعني صار هو كانه اله الرب، يعني قطعه القماش صارت اله، يعني بدها تكشف عن شعرها، صار كله بدهم يعملوا لها حرب. شو هال انحطاط الاخلاقي هيدا؟ يعني الله وين؟ انا ما شايفه الله بالمشهد، انا شايفه وحوش همجيين عم يستقوا على مره وخايفين من حكي الناس. هيدي القصه. والشيخ قال لهم، يعني قسم كبير منهم صدقوا انه زي كشفت شعرها حتروح على جهنم. يعني الله معقوله؟ الله يعني انت عم تسخفوا الله، عم تعملوه كسخيف، انت ترون الله كعقولكم المسطحه؟ يعني الهك خالق المجرات والاكوان عم يراقب فاطمه وليلى وجميلة إذا بين شعره ولا مغطية شعره؟ يا ناس ارتقوا، يا ناس حاجة تستمعوا لرجال الدين. أنا مع الغاء وظيفة رجال الدين، أنصح النداء لألي وتكون تتحرروا ويصير عندكم أخلاق، لأنه رجل الدين بيبرلكم عن عدم الأخلاق وبيعمل فتوى بيخدر ضميركم، بيقول لك زوج بنتك هي وكاسر حلال، بترتكب جريمة حق بنتك، طلع المدرسة بتزوجها، بقول لك زوج عمرتك يعني خونة، يعني خونة علنا والله حلال والله رضيان. هيدا مرجع الآن الشريعة الإسلامية مرجع غير أخلاقي. أنا ما عم بحكي على القرآن لأني أنا قرآنية ليبرالية، مش لأني أنا عفوا، لأنه القرآن حمال أوجه، ما فيك تقول هيدا بيعني هيك وهيدا بيعني هيك، والآيات صالحة لكل زمان ومكان. ما حدا عنده جرأة يقول الآيات سيد الكمني أويني بهالكلمة، أنا كنت يمكن ما كان عندي جرأة من قبل أولى، بس أنا عم أقولها هلأ. في آيات لم تعد صالحة لها الزمن، وفي آيات صالحة، وأما اليتيمة فلا تقهر، صالحة هيدي صالحة، بس 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 تعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هيدي ما منا صالحة لها الزمن يا ناس، هيدي مش صالحة. صالحة إلا عند البلاد الحاكم اللي بده يخلي شعبه متخلف، يخلي المرأة مزلولة وما على كرامة. وشكرا نبينا سامي الزيب، بعتذر طوالت، مع السلامة. نبي سامي ما في صوت. شكرا أختي سوزان على مداخلتك، شكرا. أنا كنت قاطع الصوت علشان يكون واضح صوتك. أوكي إخواني، هلا صارت نبي سامي اسمح لي بس كلمتين، تفضلي. شكرا كثير. في الأخ خالد علي على الشات عم بيقول إنه أنا عم بالغ بالكلام عن المسلمين، أو عم يعني بهذا المعنى. أنا الحقيقة انتبهت لما الرجل العربي المسلم الشرقي بيسمع الكلام عن نسائه، عن النساء،
هيك بتلاقي حفيظته يعني بتنزعج، عرفت كيف؟ انه بيتضايق. هو انسان يعني لطيف وحباب، بس انه هذا الموضوع بالنسبه للعرب يعني ما بيستوعبوه. لما بتقول له لواحد انه انا كنت بعرف اختك كانت تطلع مثلا بالليل تشوف رفيقه، بس نحن ما بنقول هذا الكلام، عرفت كيف؟ لا حدا لاخوه، لكن هذا بيحصل لانه انت ما فيك توقف عجله مشاعر الانسان المراهقة والصبية والمحجبة واللابسي مانتو واللي جوزت عمرها 12 سنة، هي وين بدها تروح بحالة؟ طيب بتصدق انه هي بدها تقعد مثل مريم العذراء مثلا يلي طلقت مثلا وهي جوزت عمرها 12 سنة، طلقت عمرها 15 سنة، هي بدها تبقى؟ الحقيقة انا في كتير امور ما بحكيها حتى ما الحوالية ممكن يعرفوا الأشخاص اللي عم بحكي عليهم. بقول لك يا خالد علي، كل الستات اللي اتطلقوا بالمنطقة اللي أنا عايشة فيها راحوا على الكلبات والنوادي على الشرب والكحول وشو اسمه هذا والتاتو والبوي فريندز. أنا ما عم بحكم عليهم نهائيا، لكن لما بدك تجي تقلي إنه عم تبالغي إنه هذا مو موجود، لا موجود هون وبسوريا وبكل الوطن العربي، لكن بيعملوه بيتخفي بنهار بيمشوا كأنه ما في شيء. لا في. وأنا مع سوزان، كل امرأة محجبة على فكرة اليوم رح تجدد جواز سفري. في واحدة موظفة محجبة أنا قلت لو بدي إشي عندها بدي إلا ما بدي يكون أنا معك، بدي أختار موظف آخر، يعني مستعدة لأي موقف من هي المواقف، لأنه هدول العالم اللي عم يعطون أهمية على حساب الناس الآخرين في أسباب سياسية عم يدعمون. فبتمنى ما حدا يفكر أنه أنا عنصرية تجاه المسلم ولا الإسلام ولا أي دين آخر. أنا لكن أنا شخصياً ما عانيت المعاناة اللي مثلاً بتعاني منها دكتورة نهى أو كثير من رفقاتي الحوالية هون وهنيك. لعبت رياضة، لعبت الموسيقى، طلعت رفقاتي رحلات، ما كان عندي أنا مشاكل فيها. بس المنطقة اللي كنا عايشين فيها بدمشق ما نلبس فيها مثل ما بدنا، نروح على مناطقنا نلبس مثل ما بدنا. يعني يعني مسألة إنه مع إنه في غيري جاب لك كل الآيات وكل الحكي قديش الإسلام دين عنيف، ليش كلامي وقف بالزور؟ أنا ما هاي شغلي بس غريبة شوي. أنا لما بحكي بهذا ما بحكي من عيون يعني إنه التجريح، لا، لكن هذا موجود. إذا أنت ما بدك تقول إنه هاي الأمور موجودة عنا مثل ما عم تحكي الأنسي سوزان، كيف بدنا نحن نغير الواقع؟ اللي نحن أو نحن بناتنا أوادم ونحن بناتنا ما بيطلعوا ما بيفوتوا بيتزوجوا مثل ما بدنا. لا لا لا، مو مزبوط كلام الرجل، بيرفض يتقبل هاي الحقيقة بشكل عام، بيرفضها. لذلك انه تتهم الآخر انه عم يبالغ، انا عم اقول لك اكد تماما خالد علي انا ما عم بالغ، بالعكس انا عم بحكي بأصغر يعني الخبرة اللي عندي وأقل ما يمكن حتى ما يضل ينرمى علي هاي الكلام. أنا متعودة عليه على فكرة يعني كتير، بس لأنه أنت معنا وأنا بعزك يعني، فأنا ما عم دافع عن نفسي أبدا، أنا آرائي ما بغيرها حتى موت إلا إذا بلاقيها شيء غلط بغيرها. فالدكتورة نهى هي نهى يعني كتابة يكفي يقول لك إنه هي مش وحدة، عم يتقول لك هي بالملايين، فليش كلامي أنا غصيت فيه؟ أنا آسفة نبي سامي. شكرا، لتكون هذه مسك الختام، علشان طالت الحلقة، صرنا فتنا الساعتين وستة وثمانية وثلاثين دقيقة. غدا حنرجع نكمل قصة الحجاب، آمل غدا نستطيع نخلص منه.
أتمنى لكم جميعا ليلة سعيدة وإلى اللقاء. مع السلامة.